مساء الخير على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على قناة الحياة في كل مكان، ويا رب يبقى يوم خميس سعيد ويكند اسعد. النهارده يعني ويك اند بتهيألي هيبتدي طويل شويه كده. طبعا النهارده كمان، يمكن امبارح بالليل كده كان في مطر بقى وبرق ورعد وحاجات كده، فاعتقد بقى دي بدايه الجو الحلو، وعشنا جو حلو النهارده من بدايه اليوم الصبح، فاتبسطوا كده وخرجوا وشوفوا بعض وقابلوا بعض. النهارده يوم لمه العيله زي ما بنقول كده، الخميس بنتلم كلنا، يعني مبسوط ان في وسطكم كل يوم خميس. احنا عيلتك. انا بحبكم كلكم. احنا اتلمينا النهارده مع بعض، ودي احلى حاجه. زي كل خميس، كل خميس بنتلم مع بعض زي ما حضراتكم وعودنا حضراتكم، اللي احنا لازم نتلم كلنا مع بعض ونقعد نتناقش في المواضيع اللي تهمنا كلنا وتهم الاسره المصريه طبعا بالاخص. يعني فالنهارده جينا عشان نتكلم في ايه؟ نتكلم في موضوع المظاهر وحكمنا على الاشياء دايما بالمظهر. يعني احنا دلوقتي حياتنا كلها بقت مظاهر، وبنحكم فقط من خلال المظهر، من خلال مثلا السعر مثلا. يعني دايما الناس يقول لك لا ده الغالي احسن، مع انه الارخص شويه في السعر ممكن يكون جودته اعلى على فكره، مش شرط. يعني الغالي تمام فيه دايما. عندنا الجمله دي بتتقال، مقوله كده، جمله الكبار احنا اتعودنا عليها واحنا صغيرين، الغالي ثمنه فيه. يعني اشتري الغالي فهيعيش معاك اطول فتره ممكنه. انا ممكن بدل ما اشتري خمس حاجات رخيصه اشتري واحده حاجه بس غاليه. على فكره مش بكده، هي بالماتيريال نفسه، انت لازم تجرب الحاجه قبل ما تعمل الكلام ده. في تجار ومحلات والله بيبقوا لك الحاجه غاليه عشان عارفه ان ده مبدانا في الحياه، فيقول لك ايه طيب ما خلاص، ما الناس عارفه ان مبداهم في، انا عرفت ان مبداهم في الحياه ان انا لما ابيع له غالي فهو هيجي يشتري مني ويقول ان الحاجه حلوه، ويجيب لك الحاجه ب 2 جنيه يبيعها لك ب 10 جنيه علشان انت بتفكر كده. فانت ضحك، اتضحك عليك من تاجر استغل دماغك ان انت بتفكر كده فضحك عليك. يعني لازم نغير برده فكرنا شويه. ما هو برده مش معنى كده ان انا اروح اشتري الحاجه الرخيصه قوي وبعدين الاقي ان انا اخدت حاجه جودتها مش حلوة خالص. فأنا لازم برضو يكون المعيار عندي أنه أشوف بقى الجودة، أشوف الفينيشنج، أشوف الطعم لو هو أكل، أبقى أخلي بالي جدا لو أنا النهاردة بشتري حاجة وليها تاريخ صلاحية أخد بالي من تاريخ الصلاحية، لأنه في للأسف تجار بيتلاعبوا بالتواريخ الصلاحية وبيبتدوا النهاردة يقولك إحنا عاملين أوفر وده عشان تاريخ الصلاحية قرب ينتهي، وهو بالفعل انتهى. مش بس على السلع على فكره. في ايه بيقول لك بالمثل، تعرف فلان اعرفه، عشرته ما عشرتوش يبقى ما تعرفوش. مش كل حاجه بس هنقعد نتكلم عليها يبقى هي كده عرفناها واحنا عرفنا اللي فيها ودخلنا جواها. لا، لازم تعرف الحاجه انت بنفسك تجربها، مش بس تسمع من الناس بسمعه كلام بيقولوه يبقى دي الحاجه البيرفكت. الحاجه الثانيه هنتكلم فيها النهارده برضه حاجه مهمه جدا. ايه بقى؟ وهي بنسميه دايما كابوس الثانويه العامه. عندنا للاسف الثانويه العامه مفزعه لناس كتير جدا جدا، مع ان الثانويه العامه ابسط من كده بكتير. يعني اعتقد كلنا مرينا بيها. يعني موضوع بسيط وسهل وهتعدي، لينا ذكريات، لينا ذكريات. طبعا. بس انا بالنسبه لي والله كنت مختلف جدا عن الناس. يعني دايما كان تفكيري مختلف، اللي هو ايه ثانويه عامه، ما سنه زي اي سنه وهتعدي وامتحان عادي هروح امتحن. انت كنت مختلف بقى. كنت مختلف جدا، وفي الاخر جبت 75% تقريبا في الثانويه العامه. بس انا ما همنيش، لان كل بتعتمد على الحفظ مش المعلومه، ولا هي نهايه المطاف. ما في ناس دخلت ثانويه عامه ودخلوا جامعات وقاعدين دلوقتي مش لاقيين شغل، والعكس صحيح. يعني الناس اللي كانت بتجيب مجاميع مش كبيره قوي ودخلوا جامعات ثانيه بسم الله ما شاء الله شغالين، ويعني مولعينها كسبان فلوس دلوقتي. المهم انك تتفوق في المجال اللي انت فيه او المجال اللي انت بتحبه بعد الثانويه العامه. يعني لو المجال العملي يعني علمي او ادبي لازم تتفوق، تقول انت داخل بتحب الحاجه دي، مش بس يكونوا الاهل هم قالوا لك تخش ده عشان تطلع كذا. النهارده هنقعد نتكلم مع حضراتكم كتير قوي في الثانويه العامه. انا شايف كمان عندنا على البيج الحمد لله ابتدت الناس تتفاعل في السؤال اللي احنا حطيناه. طبعا تحيه طيبه وبعد وهي بالعربي موجوده كمان. هنتكلم في ايه بقى في اخر حاجه، هيبقى اخر فقره عندنا ايه كمان النهارده يا خمسه؟ طبعا طبعا زي كل مره لازم ختاموها مسك والاكل الجميل مع شيف حسن حسونه تتغذى. وطبعا يعني كلنا بنبقى مستنيين الفقره دي الحقيقه عشان برضو نتعلم وندوق. مش هنعمل دايت عليكم يعني. انا هقول لكم حاجه. انت مش عامل دايت يا عم؟ لا انت كده بتهرج. انا اقول لكم على حاجه صغيره، انا اللي اخترت لكم المنيو النهارده. لا والله. طب سالتنا طيب احنا مش لازم ايه؟ انا امبارح كنت موجود فانا اخترت خلاص. اخترت لكم كشري النهارده. كشري. واو. كشري. طيب. لا وربنا يعديها على خير النهارده الحلقه تكمل، لان احنا هنتكلم في حاجتين صعبين قوي النهارده، وفي الاخر كشري مع الشيف حسن حسونه واختيار عمرو. احنا كان نفسنا ناكل كشري بقالنا كتير. بالظبط. يعني انا كلنا يعني بالهنا والشفا انتوا بقى. سبايسي.
سبايسي بقى. احنا ممكن نقضي عيش انا وانتي واحنا نتفرج عليهم. بالظبط احنا هناكل انا وانتي على الكشري غيرنا احنا الاثنين. محدش هياكل من الكشري خالص بقى. طيب هنشوف. تعالى بقى الاول نطلع لفاصل وبعد كده هنرجع نشوف فتره المعايير الحكم. ولا انت نطلع نطلع لفاصل نطلع بالنون نون نطلع نون النسمه. احنا ملمومين النهارده احنا مع بعض. طب يلا نطلع نقول كلنا في نفس واحد. يلا 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 تحيه طيبه وبعد. جربت تسأل نفسك ليه الماركات الأجنبية محتلة السوق العالمي؟ الفكرة بسيطة جدا. كتير في يومنا بناخد قرارات وبنختار اختيارات مش إرادية مبنية على حاجات متخزنة في عقلنا الباطن بتتحكم في قراراتنا وحواسنا. النهاردة عملنا تورتتين مفيش بينهم أي فرق، من نفس المكان بنفس السعر وبنفس الجودة. نزلنا للناس بيهم في الشارع ودوقناهم وأقنعناهم إن في واحدة أغلى من التانية. تفتكروا الناس هتختار أنهي واحدة؟ لا، تورتة مكسرة الدنيا في كل مكان، ولكن المنافسة دلوقتي ما بين تورتة مدام منال وتورتة مدام كريمة، اللي مدام كريمة مستخدمة فيها محتويات أغلى بخمسين جنيه من تورتة مدام منال. هندوق دلوقتي عيشة وهانيا علشان يحكموا. هندوق أكل أول التورتة الأرخص بخمسين جنيه. أرخص بخمسين جنيه من دي؟ دي أرخص خمسين جنيه؟ مدام أماني كمان زواقة قوي بتقول لنا. زواقة جدا. يعني انت ما تغششنيش تقول لي الارض. لا لا خالص، انا هسيبك لسانسك والله. بص يعني من ملاحظتي اقول لك ليه هم رافضين دي، ان هنا كريمه كتير قوي. تورته مدام كريمه اللي هي اغلى 50 جنيه اتفضل، دي اغلى من دي. دي التورته الاغلى 50 جنيه. دي الاغلى 50 جنيه. فممكن حضرتك تدوقي. طيب يعني افصل بقهوه، الارخص احلى ولا الاغلى احسن؟ الاغلى. الارخص. الارخص احسن من الثانيه. الغاليه. الغاليه احسن من الرخيصه. الغاليه برضه. اني احسن؟ الارخص احسن من الغاليه. هي دي احسن علشان اغلى؟ لا. ايه اللي عجبك في الغاليه؟ حسيت ان المكونات فرقه كتير؟ طبعا طعمها احلى شويه. فريش الكريمه فيها فرق؟ هم الصراحه يشبهوا بعض شويه، لكن انا شايف ان دي احسن. الموضوع محتاج تفكير بصراحه. هقول لك ليه. بما انك زواقه بس دي اهم حاجه هقول لك ليه. لان هنا الكريم زايد شويتين وانت هنا مستطعم بالكيس. حسيت بايه فرق في طعم في الكريمه مختلفه؟ دي الكريمه مختلفه تماما. ها، لان الارخص الكيكه بتاعتها ناشفه شويه، ودي الكيكه بتاعتها حلوه. دي متظبطه حلوه قوي وسكر وكل حاجه. دي سكرها زياده شويه ناقصها حاجات فعلا. يعني نمشي مدام منال اللي عامله التورته دي ونخلي مدام كريمه، ولا مدام كريمه تستمر معانا ومدام منال تمشي؟ لا دي احلى. يعني مدام منال تكمل. تمام. يعني انتوا تسببتوا في قطع عيش مدام كريمه، فاحنا بنشكركم جدا. طبعا شفنا التقرير مع بعض، وده اكبر دليل على انه الناس بتحب دايما تحكم من خلال السعر او من خلال المظهر. يعني معظم الناس في التقرير اختاروا تورتة مدام كريمة اكتر من تورتة مدام منال، على اساس ان تورتة يعني مدام كريمة هي الاغلى. طب انا عايز اسالكم بقى، هل انتوا بتحكموا على اي حاجة من خلال المظهر، ولا كمان في حاجة اسمها بقى الاحساس؟ يعني في ناس عندها كده احساس بتحكم من خلاله، صح؟ لازم يكون المعايير الحكم على الاشياء. يعني انت يكون عندك معيار لنفسك. زي ما شفنا في التقرير الناس كانت بتقول شايفين ان المعيار بتاع الاغلى هو بيبقى الاقيم واطعم، مع ان الاثنين واحد على فكره، مفيش اي فرق بينهم. اللي هم طبعا هيتفاجئوا بالكلام ده بعد ما يشوفوا النهارده التقرير معانا. الاثنين واحد. عمرو بس كان شاطر قوي ان هو يقول ده فرق بين ده وده 50 جنيه. الفكره كانت حلوه، والاحلى كمان مشاركه الناس معاك يا عمرو. لا، الناس كانت متفاعله جدا. انا كنت عايز اضحك للحظه ما كده، اللي هو طب يا جماعه والله هي من نفس المكان بنفس السعر بنفس الماتيريال اللي معموله منها دي، هي نفس المعمول منها الماتيريال دي. اقنعنا الناس ان دي حاجه كده شركه بنفتحها. مدام منال ومدام كريمه دي حاجه معموله في البيت، تورت معموله في البيت،
ومختلفه، الماتيريال مختلفه شويه او المواد الخام اللي مستخدمينها هنا اغنى شويه من هنا. اقول لهم الكريمه طعمها احسن، يقول لي اه الكريمه طعمها احسن هنا. فانت اعتقد ان احنا بنلعب على فكره الايحاء للناس اكتر يعني. ده حقيقي. وهي نفس التورته والله العظيم، انا بقيت عايز اضحك مش عارف طب اقول لهم ايه يعني، الاغلى احسن ازاي؟ على فكره هي دي من نفس المكان وبنفس السعر يعني. طيب متعود إيه؟ هو تعود الناس بس على كده، هم متعودين اللي هو الغالي هو اللي تمنوا فيه. هو المشكله دلوقتي ان احنا طبعا على ما عملنا التقرير ده كنا متخيلين الناس هتروح للارخص بما ان الحاله الاقتصاديه في البلد وكده، بس اكتشفنا ان الناس برضو عندها نفس طريقه التفكير انه طالما غالي يبقى اكيد الجوده اعلى. النهارده سؤال بقى اللي احنا عايزين كل الناس تتفاعل عليه على كل طبعا صفحه، طبعا على الفيسبوك وكمان على التليفون وعلى الاس ام اس 1720، ليه الناس دلوقتي بتحكم بالمظاهر فقط؟ وليه الرقم كل ما بيبقى كبير على البرايس تاجز او الحاجات اللي هي بتنزل في الاسعار، ليه النهارده بنقول الله ده البلوزه دي حلوه جدا، دي تمنها حلوه قوي، فانا لازم اجيبها عشان ما الاقيش حد زي لابسها. وهي نفس البلوزه دي تتفاجئ ان حد تاني لابسها وبسعر اقل، فانت اتنصب عليك. دي حصلت معايا على فكره. كان ليا واحد صاحبي قال لي تعالى ايه، في محل هنا هو غالي شويه بس عنده لبس تحفه، مش هتلاقيه عند حد، مش هتلاقيه، وارخص من البراندات اللي بره بشويه. فانا بيني وبينك قلت اروح اشوف اجرب، فرحت لقيت التيشيرت شكله حلو جدا على 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 كلامه يعني. فبقول له انت اشتريت من هنا؟ لا ما اشتريتش، بس هم الناس قالوا لي هنا حلو قوي، ورحت بالفعل خدت التيشيرت ده لابسه عادي، كان شكله حلو في الخروج جدا وكان لطيف قوي. اتغسل غسله واحده، لقيت كم اكتر من كم، والتيشيرت بقى من هنا لهنا. دفعت كام؟ يعني خلاص قشطه. لا دفعت كام؟ لا بس رحت اعرف منه بس والله انا لبست التيشيرت واتغسل بعديها بثلاث ايام يعني الموضوع فاهم. رحت رايح لهم قلت لهم يا جماعه التيشيرت ده هو بقى عامل كده يعني. هو كان عادي تيشيرت عادي، بقى كم وكم، عارف انت اللي هو بقيت غريب. بقيت بقى هو معمول ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. كم هنا طويل والكم هنا افضل بيته العمر كده مش نضيف ورميته طبعا. لا والله رحت قلت لهم يا جماعه ده بتاع حضراتكم اتفضل. عارفين اكتر حاجه عجبتني وقت ما كنا بنصور التقرير ده ايه؟ ان اعتقد اللي بيلوث بقى فكرنا كده وبيخلي فكرنا رايح ناحيه الاغلى الـ 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 الايام اللي بنعيشها وفكره الحاجات اللي بنختلط بيها في حياتنا، لان ده لمسته من خلال الطفله الصغيره اللي كانت معانا في التقرير، الوحيده بدون استثناء في الناس اللي قالت التورته دي هي التورته دي. طفله صغيره ما يتعداش عمرها مثلا 10 سنين ما بيكدبوش او اقل كمان، الاطفال ما بيكدبوش. بص المشاعر الصادقه هي الوحيده اللي قالت ان التورتتين واحد، مفيش حد من الناس الكبيره خالص قالت ان التورته دي هي التورته دي، لا الناس كلها راحت للغاليه، في ناس قليله مش هكدب راحوا للتورته الارخص. فاعتقد ده هو المجتمع او فكرنا السائد هو اللي بيخلينا نفكر ان الاغلى احسن وان احنا كده جامدين جدا وصارفين. لا عشان كده عايزين نغير مفاهيم كتير جدا في حياتنا، زي مفهوم او مقوله الغالي ثمنه فيه. مش لازم يكون براند على فكره، ممكن يكون براند ويبقى وحش جدا زي ممدوح ما بيقول، وممكن تكون حاجه بسعر بسيط قوي قوي وتبقى في منتهى الجمال عليك. ده مثلا لو كان مثلا من ملابس مثلا، يعني نازل تشتري لبس فانت بتفضل براند معين. لا ممكن كمان تجيب تورتايه تبقى سعرها حلو قوي قوي وسعرها في الرخيص جدا ويبقى طعمها حلو، مش لازم تكون يعني من محل معروف قوي وتبقى فظيعه. يعني الموضوع يا جماعه مش موضوع مظهر يعني، عشان كده بنغير، بنحاول على قد ما نقدر نغير هذه الحاجه. حاجه ثانيه والله خفت اقول لك يعني، اللي هو البنات اللي عملت التيست يا جماعه خلي بالك وركزي، مش عارف اللي هو يا سيدي تحب البنات قوي. لا شفتي هم اللي اتضحك عليهم بقى، البنات اللي اتضحك عليهم. هو انا عايز اقول لك بس هو الطفله الصغيره اللي هي جابت الموضوع في الاخر. عايز اقول لكم على حاجه، ان انا اتفاجئت انه معروف ان الستات دايما اقتصاديات، يعني بيحبوا دايما يقتصدوا في المصاريف ويحبوا دايما انهم يوفروا والقرش على القرش والكلام ده. فوجئنا انه اكتر حد راح للحاجه الغاليه هم كانوا الستات. عشان مش هم اللي بيدفعوا، هم اللي بيدفعوا. مفيش ست بتدفع، جوزها ينزل يعني يشتغل طول الاسبوع. لا بس اقول لك على حاجه، طول الشهر ويشقى ويرجع لها بالليل ومش عاجبها وتاخد فلوسه بتصرفها على تورته مدام كريمه اللي اغلى من تورته مدام ما صدقش حد من الستات تقول من اللي هم كانوا موجودين ده انا بعمل حاجه احلى من كده، ده انا لو عملتها في البيت هطلع حاجه احلى من كده. وخصوصا ان انت قلت هوم ميد صح؟ انا قلت ان هي هوم ميد او معموله في البيت بس. لا مش الفكره، ما قابلتش حد. الناس كلها بتستسهل، الناس كلها تقول لك ايه، انا هدفع فلوس
فخلاص ننجز القصه، انا اروح اشتري تورته ادفع فيها فلوس في الشارع، بدل بقى ما اقعد اوجع دماغي واحط بيض على دقيق على مش عارف ايه واقعد اعمل، والله اعلم هتطلع حلوه ولا وحشه. فبيكبروا هنا ويروحوا بقى يدفعوا فلوس لمدام كريم. هو خلاص، هو احنا عندنا ده حاجه في العقل بتاعنا، خلاص تشتري الحاجه بالسعر ده هيبقى هي دي الجوده العالميه اللي ما حصلش زيها. هو الموضوع مش بس كمان ملابس واكلات وحاجات، لا الموضوع كمان في حكمنا حتى على بعض كبني ادمين، يعني دايما حكمنا على بعض كبني ادمين بالمظهر فقط. لكن مش بالجوهر. فين الجوهر بقى؟ فين الجوهر؟ يعني بتحكم على بعض ازاي؟ يعني طب انت بتحكمي باحساسك على الناس ولا ما عندكيش؟ لا، هو في بقى مقوله في الموضوع ده برضو الواحد بيتغاظ منها جدا يا خلود، يقول لك ايه ده ابن ناس. ابن ناس بقى ده متعارف عليه ايه؟ ان هو راكب عربيه اخر موديل، بيلبس حلو قوي، بيلبس براندات على طول، فظيع، بيخرج في احسن اماكن، فهو ده المتعارف عليه ان هو ابن ناس. مع ان زمان كانت ابن الناس دي يعني من اصول طيبه، من اصول عريقه. النهارده المفهوم بتاع ابن الناس ان هو مفخفخ قوي، مستفز قوي يعني. ايه ابن ناس دي؟ يعني ابن ناس يعني باينه من الكلمه، مستفزه جدا. ناس يعني كلنا اولاد ناس، كلنا اولاد ناس بالظبط، كلنا اولاد ناس. بس عارفه هو يمكن كانوا زمان بيقولوها اللي هو ايه، ليه اصل ناس متربيه عندهم متربين حلو، عاداتهم وتقاليدهم حلوه وبيحافظوا عليها و دلوقتي ابن الناس اللي راكن العربيه اللي نوعها مش عارف ايه تحت، اللي معاه رصيد قد ايه في البنك، ده ابن الناس. ويمكن انا شايف ان سبب كبير بسبب حالات الطلاق اللي بتحصل دلوقتي ان الناس بتاخد بالمظهر مش بالجوهر، تتخدع. يعني العروسه دلوقتي بتدور على العريس اللي جاهز، رغم ان احنا شباب كلنا مثلا ممكن نكون بنكون نفسنا ومعناش الفلوس الكتير اللي تخلينا نجيب العربيه الفخمه او الشيك، الشقه اللي في التجمع ولا في اي حته تانية، فلوس كتير وشاب بيبدا حياته. مش معنى التجمع، مش هيبقى معاه يعني. ليه التجمع؟ عشان هي منطقه. لا منطقه ليه تروح التجمع؟ متحيز للتجمع يعني. لا تجمع اسعار، تجمع محتاج اعلان. طب الزمالك؟ لا الزمالك، المهندسين، مدينه نصر، 6 اكتوبر. انا قلت منطقتكم كلها. خلاص احمد عبد الله، كنت اقول لك عمرو مسك المناطق مش هيسيبها. هقول لك حاجه، فعلا زي ما انت قلت كده وخلود قالت، اللي تعرف فلان اعرفه، ما تعرفوش ما عشرتوش. وفعلا الحاجه دي ما تاخدش بالمظهر، يعني ما تاخدش بالشكل بس يعني خالص. بره لما كانوا سالوا بيل جيتس ادري ما بتلبسي كل يوم قمصان حرير وبنطلونات مش عارفه ايه سينيه والحاجات دي، فقال لهم انا اكيد ماليش دعوه باللبس ده، انا راجل بتارجت شغلي، فانا اهم حاجه عندي الشغل قبل ما يكون المظهر بتاعكم. طيب انا ما ضيعش وقتي في اختيار اللبس، وده كانت حاجه مهمه جدا، مهمه جدا جدا اللي انت قلتها دي. معانا يومنا من القاهره. الو مساء النور. الو مساء الخير، عاملين ايه؟ مساء الفل، الحمد لله. طيب الحمد لله. والله الموضوع على الناس ازاي ده جميل قوي بصراحه. طب انت حكمك بيبقى ازاي على الناس؟ بالشكل ولا المضمون ولا بتاخدي وقتك ولا بتعملي ايه بالظبط؟ هو طبعا الشكل بيدي يعني الانطباع الاول، بس بعد كده المضمون هو الاساس. يعني الناس فعلا بتحكم على على الانسان من شكله اول حاجه، بس والله لو مضمونه وحش استحاله هنقدر ان احنا نتعامل معاه تاني. طب المضمون برضو يمنى، حصل لك اي موقف من المواقف دي؟ احكي لنا اي موقف من المواقف اللي حصلت لك ان اتخدعتي بالمظهر، مش شرط على البني ادمين. بشوف ناس كتير حواليا مثلا من اصحابي وكده، يعني اهم حاجه ممكن ما يبقاش معاها فلوس بس لازم تشتري مثلا شنطه براند، لو حتى هتاثر على حاجات ثانيه. مثلا عايزه موبايل يبقى احدث حاجه علشان تبقى مثلا زي اصحابها في الشغل. اقول لهم يا جماعه طيب يعني اختاروا اللي يناسبكم، او يعني عيشوا على قد يعني على قد الحافه المواد بتاعتكم. لا هم يعني بيطلعوا فيها قوي علشان يعني يلفتوا الانتباه، يعني يبينوا ان هم يعني لا على مستوى اعلى من مستواهم. طب بيني وبينك كده، بيني وبينك يعني، انت مثلا ما عندكيش في الدولاب ولا شنطه براند غاليه جدا، او حتى لو كانت كوبي، لمجرد ان انت عايزه تبقي زي الناس اللي ماسكه شنطه براند؟ وده بنات، احنا ما حدش هيسمعك غير لا عندي، مش هنكر اني عندي صح، بس مثلا مش على طول، يعني الوقت اللي معايا فيه فلوس واقدر اشتري هشتري. تمام. بس مش بشتري يعني عمال على بطال، يعني مش هشتري على يعني هدفع فلوس في حاجه ممكن تاثر على حاجات ثانيه. طبعا تمام. يعني الواحد بيعرف برضه ممكن يحط فلوسه فين. صح كده. وطبعا مش هننكر ان البراند كواليتي عاليه وكل حاجه، بس يعني برضه الواحد لازم يعني على قد ما الكواليتي عاليه على قد ما الفلوس عاليه وبتدفع فيها كتير قوي برضه.
طبعا بس البيوت على طول، مش هفضل اشتري على طول علشان ابين ان انا يعني بلبس بقى براندات وحاجات. كويس يعني كده بقى. وعلى قد لحافك مد رجليك، شكرا جدا لتليفونك ده. وانت فعلا اديتيني حاجه مهمه جدا، ما تشتريش الحاجه او ما تجيبش الحاجه لمجرد ان انا بس عشان اقول للناس ان انا معاكم في المستوى الاجتماعي العالي وبقى مأثر على حياتي بالسلب. فلا هشتري طبعا هشتري الحاجه دي اللي انا حوشت وقدرت ما تعملش تخشش على البيت. انت كده صح. بس في ناس بتحب تشتري حاجات معينه، يعني في ناس مجنونه موبايل زي خلود. ايوه لا 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 الموبايل ده خالص تاني. مش انا مش مجنونه موبايل، لا انا بتكلم من انا في حاجات تانية بقى. انا ممكن روج يعني مثلا تلاقيني في الميك اب شويه، ده الموبايل قهوه هتلاقي او يعني لا في ناس الموبايل هيخليني مبسوط. في ناس مثلا بتحب تصرف فلوسها كلها على العربيات، هاوي عربيات. في ناس يعني في ناس طبعا هاويه شوزات اكيد. يعني هقول لك معانا دلوقتي صح انت كلام صح. طب اقول لكم على حاجه، لا في ناس بقى بيكسفوا يجيبوا حاجات صنع في مصر. يعني دي في حد ذاتها يعني بجد انا بسميها وصمه عار. يعني ما ينفعش ان احنا النهارده عشان حاسه ان انا لو رحت لصناعه بلدي او صناعه بلدي انه يعني انا كده ان انا نزلت من المستوى اللي انا المفروض عايشه فيه. لا مصر فيها يعني حاجات جامده جدا، وفعلا الواحد ما يتكسفش لانه احنا في سنه من السنين كان عندنا احسن منتجات، وما زال على فكره. على فكره احنا ممكن القطن اللي بتصدر للعالم كان مصري طويل كتير وما كانش موجود في العالم كله. دلوقتي انتوا لو خدتوا بالكم هو الموضوع طبعا محتاج حلقه، وهنعمل حلقه عن المنتجات المصريه، لكن برضو لو بصيتوا كده على فكره ابتدت دلوقتي في مصانع كتير بتفتح تاني وبترجع انتاجها. مصانع الحلويات اللي كنا دايما بنروح للحلويات التركي واللي مش عارف من الصين ومنين وكنا بندفع فيها كتير. انا بديكي مثل صغير، مثلا حاجات لو بتقفي في الكشك مثلا او في السوبر ماركت بتشتري، لا بتدفعي كنتي مبلغ كبير. على فكره الميك اب مش هقول الحاجه ما غليتش، ولكن صناعه مصريه. الميك اب يا جماعه الميك اب بقى فيه مصري، المستحضرات الحاجات اللي هي العنايه بالجلد بقت مصري. كل حاجه مش كل المستورد حلو. انت كلامك صح 100%، مش كل المستورد يا جماعه بيبقى حلو. على فكره في حاجات منهم مستورد بتبقى تعمل اكبر ضرر على البشره عشان حاجات الميك اب دي. ومعانا هاجر من القاهره. هاجر مساء الخير. الو مساء النور. قولي لي بقى بتحكمي ازاي على الاشياء، يعني بالمظهر برضو ولا المفهوم عندك متغير مش زي كل الناس؟ والله بصي هقول لك حاجه، هو يعني هو الناس كلها بتحكم على ان المفروض ان هو المنظر ان هو يبقى اهم حاجه، بس هو مش كله بيعمل كده. يعني كل الناس بتفهم كده، في ناس على حسب بقى قدراتهم العقليه. يعني مثلا انا تربيتي ان انا بشوف البني ادم ده في موقف كويس ان هو عمل حاجه كويسه في حقي في حق غيري، وقف موقف سهل ده ممكن اتعامل معاه ان هو حد كويس. تمام. لكن مش بلبسه ومش بمنظره ومش بعربيته ولا بسكنه ولا بالكلام ده. بس فعلا زي ما هو قال ان هو في ناس فعلا ساعات بتبقى شايفه ان العربيه، والبنات برضو بقوا كده على طول. طب انت متجوزه؟ بقت تعمل كده. متجوزه؟ اماني سامعاني ولا مش سامعاني؟ اماني هاجر والله ولا بالحاجات اللي انتوا عاملين تقولوا عليها دي. طيب هاجر انت متجوزه؟ لا لا لسه. طب انت هتختاري ان شاء الله شريك عمرك ازاي؟ يعني ليكي حاجه معينه ولا هتختاري ابن ناس برضه زي ما بنقول؟ يعني صاحبتك جايبه لك عريس هتقول لي ابن ناس؟ جاوب على اي سؤال فيهم. جاوب على اي سؤال. جاوبي على الثلاث اسئله. لا بصي هقول لك حاجه، هو مش حكايه انا اصلا انا مقري فتحتي. تمام. بصي بس هو يعني مش غني قوي ومش فقير قوي، يعني هي مش بالمقياس ده والله. اصل اقول لك على حاجه، مش السكه ام 15 و20 الف هي اللي هتعمل لي مثلا. صح والله انت قنوعه. 15 و20 الف انت قنوعه جدا. او تقول لي حقك عليا انا غلطت. يعني ده تمن خاتم يا ممدوح. اوكي قنوعه. هاجر يعني ربنا يوفقك في حياتك ان شاء الله، ويعني انتوا بتبداوا حياه مع بعض، انتوا شباب ولسه يعني ما فيش حد فينا بيبدا من وهو شاب كده بيبقى خلاص بقى اللي هو المليونير الصغير، ما فيش ده، اعتقد بيبقى صعب جدا. فربنا يرزقكم انتوا الاثنين وتبقوا بقى كده، يعني هو رجل اعمال كبير وانت سيدة اعمال كبيره في مصر باذن الله. كمل دعاء بقى. لا والله بشكرك يا هاجر على تليفونك الجميل ده. زمان كانوا بيقولوا حاجه حلوه قوي في افلام الابيض والاسود، يعني يقول لك ايه، نبني طوبه فضه وطوبه ذهب.
فين دلوقتي اللي بيعمل كده؟ انا هقول لك على حاجه. لا بجد 2017 كفايه فلوس زمان. طب بجد هسالك حاجه حلوه. طب والله كانوا عندهم ده كده جدا. كانوا قنوعين. كانوا عين. أيوة. على فكره كل الزمن بيختلف. كانوا بيبنوا نفسهم مع بعض. انا عايز اسمع سؤال همسه. طب انت تقدري يعني المقوله اللي بتقول خذوهم فقراء يغنيكم الله، يعني لو تقدم لك واحد ما عندوش ماده خالص بس طيب جدا واخلاق جدا ومن عيله كويسه بس مادياته على قده قوي، بس رد بجد بي. هرد بجد جدا يعني والله. هقبله في حاجه واحده بس. أيوة. انه يبقى طموح ويبقى عايز ينجح ويبقى شاطر في شغله. انا جدا بيشدني الراجل الناجح في شغله. بس حتى لو انت الليفل او المستوى المعيشي بتاعك هينزل عن المستوى المعيشي بتاع عائلتك، هتقبلي بيه؟ احنا رحنا كده برنامج تاني على فكره. لا ما هو على فكره ده هو ده ابن الناس. ما هو ده على فكره ده بيصب على نفس الاتجاه ان الناس دلوقتي بقت بتشوف اللي في الجيوب قد ايه، لكن ما بتشوفش الشخص ده هيصون بنتهم. وعلى فكره زي ما انت بتقول يا عمر انه الطلاقات كترت كتير جدا في الفتره الاخيره، ان المقياس بقى عندك كام هتقدر تصرف على بنتي، هتقدر تجيب لها شبكه بالشيء الفلاني، وهو ده للاسف المعايير اللي اتغيرت. انا مش بقول ان الماده بقت مش اساسيه، لا الماده اساسيه جدا لفتح البيوت، بس في نفس الوقت كمان يعني خلينا وسطيين، ما فيش داعي للحاجات اللي هي العاليه قوي ولا اللي هي تحت قوي. في كمان بقى بعيدا عن الجوازات وبعيدا عن الكلام ده، لو بصينا كده حتى انا موقف حصل معايا شخصيا. كان في شخص شكله غريب جدا في الشارع مره شفته، فيعني بتحصل في موضوع اللي عارفه اللي هو التسول اللي بيحصل في الشارع، اللي هو طب ممكن تديني حاجه طيب مش عارف ايه. فشخص شكله نظيف جدا وداخل وطيب، اصل حصلت واحد اتنين تلاته والمدام بتولد في المستشفى وانا مش معايا فلوس ارجع. ما هو ده برضو انا خدعني مظاهره، فقلت تمام واديته فلوس. نزلت في المكان ده نفس اليوم التاني لقيت نفس الراجل واقف بيعمل نفس القصه. يعني هنا لعبوا على فكره المظاهر. لا يعني انا راجل نظيف وشكل كويس ولابس كويس جدا، انا قفشته على فكره. فدخل مش الراجل ده، هو نفس الراجل برضه. دخلت منه فلوس في اول الشارع، وفي اخر الشارع جبته وخدت كل الفلوس اللي فيه. لا والله طلع معاه كان مش عارف 500 جنيه او 600 جنيه حاجه كده رقم. كان معاه رقم بصراحه. احنا معانا الحاجه صباح ونركز في الاسم. الو السلام عليكم. ازيك يا حاجه صباح؟ الحمد لله. ازاي حضرتك كلكم يا جمال؟ ربنا يخليكي حضرتك، اللي عينك حلوه والله. ده من ذوقك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بتجربي الحاجه ولا بتحكمي عليها بالنظر؟ انا مش داخله عشان اقول، انا داخله اقول لكم مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. واقول لخلود كل سنه وانت طيبه يا خلود. وانتي طيب عرفتي منين يا حاجه يا جميله؟ حاجه صباح بشكرك. النغم اف ال يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. وانتي طيبه وخير. انا بشكرك قوي واشوفكم كلكم يا رب كده في مناصب اعلى واعلى يا رب. ربنا يخليك جدا لحضرتك. بس حضرتك بدل ما موجوده معانا يبقى شاركينا بالسؤال. بس انتي بتاخدي الحاجه بالمظهر ولا عن تجربه؟ انا مش انا بص عشان اقول لك، بس هقول لك انا اتفضلي. انا بطبخ في المطبخ، فانا جيت في ايه اكلت باب الساعه. بتطبخي ايه يا حاجه صباح؟ هتاكلينا ايه النهارده الخميس؟ بلاش الاكل مع عمرو. بلاش الاكل مع عمرو. لا والله بحافل لما اعرف بتطبخي ايه يا حاجه صباح. قولي لنا بتعملي ايه. تعالوا كده، تعالوا انتوا الاربعه. تمام. ملوخيه وبطاطس. ملوخيه. الله عليك يا حاجه صباح. طب يلا احنا جايين دلوقتي على طول. احنا عندنا كشري هنخلصه ونيجي على طول. نشكرك جدا على المكالمه الجميله دي والدعم اللي انت اديته لنا معنويا ونفسيا. بصراحه احنا مبسوطين يعني الحمد لله لحضراتكم. وسنا اكبر مننا شايفيننا اللي احنا بنقدم حاجه هادفه، ودي حاجه فعلا تفرحنا وتخلينا ان شاء الله نفضل نبتكر ونبدا احنا وفريق العمل كله لغايه ما نطلع لكم احلى حاجه على الشاشه. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. ممكن احكي لكم على حاجه حصلت لي بمناسبه الاسعار وغلوها وكده. واحده صاحبتي زي برضو ما صاحبك قال لك على محل هدوم بيبيع حاجات غاليه ومش عارفه ايه، ومش هتلاقي منها غير قطعه واحده بس وانت اللي هتلبسيها بس. ورحت المحل ده ودخلت واشتريت، وبعدين بعدها باسبوع كده لقيت نفس القماشه دي معمول منها بقى جوب وبنطلون وزرير والله يعني عايزه اقول لك ان هو اتعمل منها كنب نفس القماشه نفس منها الكنب. اللي هو انا حسيت ان انا لابسه قماشه جديد. انت ممكن تجيبي بقى الكنبه كده وهدومك كده وتستخبي واعمل توكه بقى كده برده بنفسي عشان يبقى طقم يعني.
طب قبل ما تقول انا برضو حضرني موقف كده. كنا في شغل ما يعني. فاحنا انت بتبقى ماسكين موبايلات عاديه وكل واحد بيبقى شاري الموبايل بتاعه كاش. فجت حد من اللي كان معانا في الشغل راح اشترى تليفون, اغلى تليفون كان موجود ورقم كان يعني ساعتها صعب علينا احنا كشباب نشتريه. بعد ما اشتريت التليفون رجعت وتليفوني ومش عارف انا لسه امبارح جايبه وجايبه شنطه فخلاص مبروك يعني ماشيه ماسكه التليفون وعماله يا جماعه التليفون انا جايبه التليفون الغالي جدا على فكره من بره. ففي الاخر بالصدفه سبحان الله رايح محل ما في مدينه نصر بجيب حاجه, فدخلت ببص كده في المحل فلقيت انت بتعملي هنا عارف اللجلجه بقى وبتاع مفيش. فبص في ايديا لقيت دفعت فاتوره القسط بتاعت التليفون. طب انت قاعد تشتري باب القسط اصلا غالي جدا جدا انا ما اعرفش اجيب غالي وراح تشتري القسط فده هيتكلف عليكي كوست اعلى عشان تشوفي الناس مفيش مشكله لكن ما تجيش اولويات هي دي الاولويات. الواحد يعيش على قد كل الفلوس اللي في جيبي ويدفع في اقساط ويتحط فوقيها فوايد علشان يبقى باين بالمنظر اللي انا معايا فلوس ورقم وانا مرتاح جدا. ما ينفعش يبقى نعيش على قدنا مش بالمصدر والله بالمضمون. هي دي البساطه طبعا. اين ذهبت البساطه؟ البساطه يا جماعه. في برضو حاجه مهمه جدا بما اننا بنتكلم عن المظاهر, المظهر الديني بقى اللي هو دايما يقول لك المفروض يعني بيصلي و بيحكموا عليه من خلال يعني المظاهر اللي هو بيقوم بيها مثلا يعني. فعندنا برضو الحته دي فيها مشكله كبيره جدا يعني محتاجه حلقه لازم الناس يعني اللي بتتظاهر بحاجات مش هي اللي بتعملها مش حقيقتها يعني مش جواها. خلينا نروح بقى للثانويه العامه ومشاكل الثانويه العامه ومشاكل الثانويه العامه واللي بتعمله الثانويه العامه في الاهالي وفي الاطفال وشهر 5. الموضوع كبير يعني خلاص داخلين نمتحن فاحنا يعني كده حضروا بقى دماغكم حضروا ذكرياتكم. والناس اللي لسه في ثانويه عامه كمان يبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك تحيه طيبه وبعد قولوا لنا يعني بتجهزوا كمان للامتحانات ازاي. بعد الفاصل هنناقش موضوع الثانويه العامه والرهبه كده. خليكم معانا في تحيه طيبه وبعد راجعين لكم على طول. لماذا تعد الثانوية العامة مصدر قلق عند الأسرة المصرية؟ النهارده سؤالنا الموجود واللي انتوا لازم تجاوبوا عليه, ليه عندنا مشاكل مع الثانوية العامة؟ كلنا كنا في ثانوية عامة, كلنا شفنا الأيام بتاعة السهر والسندوتشات وكوباية اللبن وعدم النوم والقلق والتوتر, والبيت المصري هو أكتر بيت في العالم بيشوف الحاجات دي. إحنا أكتر ناس بنتعب في الثانوية العامة, ليه؟ مع إنها مذاكرة زي أي مذاكرة. ممكن اقول لك ليه؟ طبعا انت عارفه. انا تقول لنا بس قبل ما تقولي ليه قول لهم بس يشاركونا لو عندهم حاجات كده ممكن يحلونا بيها. يا ريت تشاركونا على طبعا الفيسبوك وكمان على الاس ام اس اللي ظاهر قدامكم دلوقتي وعلى رقم التليفون. وبعتذر عن صوتي طبعا عشان شويه البرد الحلوين اللي عند كل الناس دلوقتي. فيها سبب مهم قوي. ليه بقى؟ الاسر المصريه انتوا يا جماعه تضغطوا علينا جدا. انا فاكره ايام الثانويه العامه انا كنت خايفه جدا. ليه؟ لانه طول الوقت عليا ضغط, طول الوقت لا لازم تجيبي مجموع, لازم عشان تدخلي الجامعه اللي انت عايزاها, لازم دايما الاب والام عندهم هلع الثانويه العامه. فانا عايزه اسال الاب والام ليه عندكم هلع الثانويه العامه؟ طب ما هي بسيطه هي ولطيفه وبتعدي زي اي سنه عادي جدا. واهم حاجه على فكره هي الحياه العمليه اللي هي ما بعد الثانويه العامه ولا ايه؟ ولا انت مش معايا في الموضوع ده؟ بصي هو دايما كان عندنا مشكله انه بيسموا حتى الثانويه العامه في البيوت القنبله الموقوته, اللي هو احنا متخيلين انه في اي وقت القنبله دي هتفرقع عشان كده احنا بنخاف منها. لكن هي على فكره ما بتخوفش خالص, هي المشكله كلها ان دي عباره عن قدرات. القدرات دي كل واحد متميز عن حد تاني. في ناس النهارده شاطره جدا في الدراسه وفي ناس شاطره جدا في الحاجات العمليه, بس هو في الاخر انه فعلا المقياس الوحيد زي ما قالت خلود انه الحياه العمليه هي دي اكتر حاجه ممكن يعني تقول انه الشخص ده ناجح بالزبط. ولا مش ناجح. احنا النهارده بقى جايين نغير نظرتكم تماما عن الثانويه العامه. أرجوك. يعني الناس بقى اللي جايه وخايفه واحنا رعب ومش رعب, قدامكم اربعه عدوا من الثانويه العامه الحمد لله والحمد لله دلوقتي قاعدين اهو في اماكن. انا كان مجموعي 75. سريعا كده اسال مجموعي كان كام؟ ايد فضائيه 74. السؤال اللي جاي اقترب الامتحان. ايوه اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه 83 82. لا مش متفوق ليه يا جماعه شكله وحش ولا ايه؟ في ايه يا جماعه مظاهر خداعه برضه بذاكر مالكم في ايه؟ انت متاكد؟ اهو ده الحاج ده بقى اللي بيتكلم عليه في الثانويه العامه. انت شاطر في ايه؟
انا بحب التاريخ قوي، بحب العربي جدا. انتوا خدتوني لحته ثانيه سؤال سؤال، احنا عايزين نهرب. هنسألك سؤال تاريخي كمان. ما تسمعيش بس من الأسئلة اللي فوق، اسأليني أي سؤال تاريخي. اسألوني أي سؤال تاريخي وأنا هجاوبكوا فيه. جبت كام في الثانوية العامة؟ 75%. يعني كلنا في السبعينات والحمد لله، كلنا الحمد لله. اتكلم عن قدامكم النهارده اهو قدام الشاشة واشتغلنا الشغلانة اللي بنحبها. لا ثانية واحدة، المتفوق هو ممدوح طلع؟ إيه ده أنت متفوق؟ بيبقى جايب بادجي معايا أنا حاطط له الستار. أنا محطط لي نجمة. هي ما بتتقاسش كده والله العظيم، هي ما بتتقاسش بفكرة إن أنا حفظت معلومات دخلت سمعتها في ورقة وبعد ما سمعتها خلاص خرجت من ثانوية عامة نسيت كل حاجة. هي بتتقاس بفكرة إن أنا أجيب مجموعة عشان أدخل جامعة انا بحبها ولا لا، ده السؤال. يعني في الاخر بنجيب يعني الناس اللي بتجيب مجموع كبير هل بتخش الجامعه اللي بتحبها؟ يعني بدخل مثلا جبت 95% دخلت كليه مثلا سي سياسه واقتصاد بحبها ولا لا، هبدع فيها ولا لا، هعمل في شغلي فيها هعلى واطلع واطلع واجيب فلوس ولا لا. الموضوع جاي من هنا بقى. طيب احنا عندنا نظرتكم شويه عندنا بقى في السوشيال ميديا، تعالى نتكلم بقى شويه ونقرا اللي موجود عندنا هنا. موجود روتا كاتبة عشان الثانوية العامة مرحلة تحديد مصير، هي فعلا مرحلة تحديد مصير، بس لو عشتيها بقلق وتوتر وبخوف وبحاجات كده يبقى انت مش هتحددي مصيرك في الصح. لا انا معترض على كلمة على على ما ينفعش انك تحددي مصيرك على الضغط، لان كده كده انت لسه مكملة وعايشة. انت بص خلود خلقت لا تعترض على اي حاجة بتتقال. انا هعترض. هي خلقت لا تعترض. لا لا هي مين طيب؟ عشان انا هعترض عليها شخصيا. روتا 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 يوسف. يا روتا ده مش تحديد مصير، اللي هيحدد مصيرك بجد انت خطواتك اللي هتاخديها في حياتك. ده بجد على فكره، يعني بما ان انا خلصت خلاص وكلنا زي ما انت شايفه كده خلصنا ثانويه عامه، واكتر حد بجد كان مرعوب من الثانويه العامه وكان بيجي لي اعراض قلب ساعات على فكره من كتر الخوف او والله، وطبعا بيحصل كده لناس كتير. لا الخطوات اللي انت تاخديها بعد كده في حياتك العمليه، يعني انت رتبي لنفسك كويس قوي، هتدخلي كليه ايه؟ بعد كليه ايه انت هتبداي تشتغلي ايه؟ هتنجحي في ايه في اللي انت بتحبيه واللي انت موهوبه فيه؟ ده الاهم صدقيني على تجربه. احنا عندنا كمان ايه عبد الحكيم بتقول بسبب الضغط من الاهالي ومن زمان فهمونا انها سنه مصيريه، عقليه الناس اللي حوالينا هي اللي خلتنا نخاف منها وبنعتبرها زي ما بيقولوا بعبع. الحقيقه هو فعلا الغلط بيجي من الاب والام، لانه في ناس على فكرة بتلغي كل الحياة بالنسبة للابن أو البنت، يعني مفيش مروح إن هم يروحوا النادي يعملوا رياضتهم المفضلة، مفيش تليفونات ياخدوا منهم التليفون، مفيش تلفزيون، عارف بتحس إن أنت داخل على يعني إيه اللي هيحصل أنا رايح فين؟ رايح فين؟ خلاص بتحاسب، عرفت وبتحاسب. ندى عبد الفتاح بقى قالت تعليق مهم جدا جدا عن موضوع الثانويه العامه. ندى عبد الفتاح بتقول علشان المستقبل المشرق ولازم اجيب مجموعه زي بنت طنط اشجان وفي الاخر اقابل دكتور مشرق بذات نفسه. فتخيلوا بقى الموضوع عامل ازاي فعلا. العائلات المصريه دايما اللي هو ايه، انت ما شفتش ابن عمك جاب كام، انت لازم تجيب اكتر منه. هي مش باكتر منه على فكره، ما انا ممكن اكون اشطر منه واذكى منه، بس انا ما بحبش الحفظ او الماده العلميه اللي محطوطه ممكن تكون صعبه عليا او مش دي دماغي، بس انا بحب حاجه معينه. لو دخلت الحاجه دي او رحت للحته دي انا هبدع، يعني هبقى مبدع جدا فيها وهتفوق جدا فيها وهحقق نجاحات كبيره جدا. فبصوا لها من المنظور ده. المشكله عندنا دور المجموع، فاكرين في الثانويه العامه اللي هو انت سفنجه، انا هاخد كل المنهج وهشبعه كده زي السفنجه واخش اروح مفضيه في البتاع في الامتحان، وبعد كده تلاقي السفنجه فاضيه. هي دي المشكله يا جماعه. الثانويه العامه هي كم من المعلومات هتنفعك بعد كده في اي كليه انت عايز تخشها، لانها انت بتاخد تاسيس في الحياه عشان تقدر بعد كده تكمل بقى. انت عارف تاريخك، عارف الجغرافيا بتاعتك والعلوم والرياضه والعربي، قدرت تلم حاجات كتير قوي، تقدر في كليتك تقدر تحدد مصيرك، تقدر تخش الكليه اللي انت حاببها زي ما عمرو قال، سياسه اقتصاد حقوق تجاره اي حاجه وريفر كنت انت عايز تخشها. فبالتالي الثانويه العامه حاجه مهمه جدا مش عباره عن سفنجه، فما تتوتروش وتقلقوا. يعني هكمل كلامك فضل. بكلام رحاب على البيج بتقول انه اضيف على كل اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه التنسيق. الواحد ساعات بيتعب كتير جدا، بيبذل كل جهده في الثانويه العامه وبعدين ما يدخلش الكليه اللي نفسه فيها بسبب نص درجه. دي برده بوينت مهمه جدا تتكلم فيها دلوقتي رحاب، انه يعني ساعات بيبقى نفسهم يدخلوا الكليه اللي انت حابه تدخليها وحابه تدرسيها عشان انت حاسه ان انت حباها وموهوبه فيها فعلا، ولكن نص درجه بتفرق. التنسيق ده برده يعني في برده انا معترضه على الكلمه بتاعه تحديد المصير اصلا، لانه ما فيش حاجه اسمها تحديد مصير. لا هي يعني على كلام خلود في تحديد مصير، على كلامها نص الدرجه دي بتفرق معانا. ما ينفعش سنه في الدراسه. طب ناخد مامازوزو. مامازوزو هتفصل بينا. طب
ماما زوزو بتتكلم. الو الو ماما زوزو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ الحمد لله الحمد لله. وحشتوني. ربنا يحفظك والله. شكرا. يا فندم ازيكم؟ احنا كويسين يا ماما زوزو. انت اللي منورانا يا ماما زوزو. ادي ماما زوزو اللي بتكلمنا على الراديو تقريبا صح؟ التلفزيون والقناه اللي اما خسراتكم. لا لا احنا موجودين فيها. احنا موجودين. انا بس اللي مش موجود والله. انا هم زي بس المواعيد اتغيرت. بس المواعيد هي اللي اتغيرت. ما انا زعلت لما لقيتكم مواعيدكم اتغيرت. يا ماما زوزو احنا معاكي في البيت بقى دلوقتي من الساعه 4 كل يوم على قناه الحياه. محاصرينكم بقى راديو وتلفزيون. ازاي ازاي وعمرو صلاح؟ عمرو صلاح يا فندم. ايوه حضرتك يا ماما زوزو. يا ماما زوزو عندك ثانويه عامه ولا خلاص عدوا الثانويه العامه؟ لا لا عندي حبيبتي. يا ثانويه عامه حفيدتك؟ بس مش ثانويه عامه مصري، ثانويه عامه دي اصعب. اي جي سي اس اي دي صعبه. أيوة. جدا يا ماما زوزو. طب بتتعاملي مع حفيدتك ازاي بقى يعني كطالبه ثانويه عامه؟ بتدلعيها طبعا. دي نور عيني. ربنا يخليها لك. يعني بتحضري سندوتشات وكوبايه اللبن؟ ماما زوزو بتحضري لها سندوتشات وكوبايه اللبن وتقعدي بقى؟ لا ما هي قريبه مني في السكن، هي لو تطلب ايه اعملها لها. طب البيت بيبقى عايش في توتر عندها؟ يعني هي ماما قايمه دلوقتي كويس مامتها. طب لكن انا بقى باخد دور اللي هو اللي ماما بتفوت منها شويه انا بقوم بيه. طب انا عايزه اسال حضرتك حاجه. حضرتك معروفه انه الجده دايما هي الحنيه والدلع كله. عز الولد. فبيتهيالي الاب والام بيمارسوا ضغوط كده شويه على الاولاد، فحضرتك بقى يعني بتقولي لهم لا ما تعملوش كده، بطلوا تحبكوها، ما بتتدخليش خالص. اوكي. لا لا لا. طب ماما زوزو انا عايزه اسالك عنك بقى في الثانويه العامه، ايام الثانويه العامه ايامكم. كان بيبقى فيه ضغط برضو كده. يعني كان برضو كابوس ايام زمان كده الثانويه العامه، ولا كانت عادي منتهى البساطه؟ لا بابا كان يقول لنا ذاكروا مالكوش عندي الا نتيجتكم. النتيجه هي الفايز. حلو ده. حملنا المسؤوليه. ما كانش فيه فيسبوك بقى، وما كانش فيه الحاجات الكتير بتاعت دلوقتي دي، ولا دروس خصوصيه. اكاديميتنا كانوا رائعين وممتازين. صح. كان فيه مدرس بجد يا ماما زوزو. مدارس حكوميه. نشكر حضرتك. نشكر حضرتك جدا يا ماما زوزو. ماما زوزو دايما بترجعنا للزمن الحلو جدا، يعني أوي. الزمن اللي ما كانش فيه طالب بيعيط قبل الامتحان، كان بيدخل الامتحان لمجرد انه داخل بي 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 بيحط معلوماته اللي اكتسبها في الورقه، لكن دلوقتي الطالب داخل بيجمع درجات في الورقه مش بيحط معلومات، وده اللي انا بقوله. يعني دايما نلاقي البنت بالذات تحديدا قبل الامتحانات انهيارات، وفي حالات وفاه حصلت على فكره بسبب الخوف من الامتحان. يعني فالدنيا مش مستاهله، الدنيا ابسط من كده بكتير. كل اولياء الامور اللي بيشوفونا دلوقتي والله العظيم بتعدي السنين وبنرجع نكتشف ان الثانويه العامه ولا اي حاجه، شطارتي وحبي للحته اللي انا عايز اشتغل فيها هي اللي هتخليني احسن، مش مجموعه في الثانويه العامه. بص بقى تمام. في لميا حسام روقان جدا. ايه بقى؟ بتقول بقى ليت الزمان يعود يوما، كانت ايام دلع، سندوتشات تجي لك لحد عندك وقهوه واخر جمال. يعني انت يعني موقفك من الثانويه العامه مختلف تماما عن كل الحقيقه. دلع اكل بس. هي هي حابه الدلع وهي القعده على المكتب بتذاكر. يعني بالامل بالامل تحبيني بقى تحييني، عجبتني قوي موضوع الامل، علشان الاغلبيه بيبصوا لبعض والجنان هيشمتوا للدرجات ان كلنا بنذاكر بسبب ردود الافعال تجاه، يعني هو بيذاكروا او عشان بيتنافسوا في المنطقه اللي هو ده جاب 70% وانا جاب 69%، عارف اللي هو ايه، وتلاقي بقى الزغاريت من هنا، طب هو جاب كام في المية، وتبقى كل واحد حاطط ايده على قلبه. يا جماعه عادي عادي على فكره، يعني ده جاب ده ما جابش، المهم انتوا راسمين طريقكم ازاي، مش مشكله انت جبت 70 ولا 80. انت ذاكرت لغايه فين؟ انت ذاكر انت او انت ذاكري لغايه ما توصلوا للحته اللي انتوا عايزينها، ما تبصوش لحد، بصوا لنفسيكم. مش عشان ابن خالتي يبقى جاب 98 يبقى انا لازم اتجنن واتشقلب، ويا اما هيقطعوا عني المصروف ومش هيخرجوني مش هيودوني مصر، اي لازمه خالص. طب في طارق طبيعيه جدا، يعني في طارق بيقول ايه؟ بيقول حاجه ثانيه خالص. متفق معناه جدا، بيقول السلام عليكم، على فكره على فكره البرنامج حلو قوي، مشكورك يا طارق. ميرسي يا طارق. وبيقول كمان انتوا هتكونوا، يا سلام على كلامك، اشكرك. بالنسبه للثانويه العامه بقى هي عادي جدا، ومثال على كده كمان مجموع الثانويه العامه اللي انتوا جبتوه. قصدك يا طارق؟ 75% سبعينات. احنا في السبعينات على فكره، وبفتخر عادي. الله على راسه واضحه. طبعا انا بقيت في مجالي الحمد لله رب نجح، ف
فانا خلاص ما يهمنيش بقى لا ثانويه عامه ولا يهمني اي حاجه ثانيه. بس 75% ده ايام ماما زوزو مثلا، ده كان مجموع كبير جدا مجموع كبير على فكره، لكن ايامنا برضو كان صغير يعني. اللي هو يعني ده مجموع صغير بصراحه. عايزين بقى كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي حالا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك كده ويشاركونا، يقولوا لنا انتوا جبتوا كام في الثانويه العامه، وايه اللي بيخليكوا دايما متوترين ودايما قلقانين دايما خايفين من الامتحان، رغم ان انت بتبقى مذاكر المنهج كويس جدا بس برضو بيبقى فيه خوف كده. هل البيت يعني هل والدك والدتك دايما بيبقوا رامين عليك المسؤوليه ان انت لو ما نجحتش انا هعمل وهعمل وهعمل وهتبقى فاشل و و و، ولا ايه اللي بيخوفكوا اكتر من موضوع الامتحانات ان هو قرب بقى كمان؟ وعايزين طلاب الثانويه العامه يا جماعه يشاركوا معانا، لان انا حاسه بيكوا جدا. بيتكلمونا كتير، بيقعدوا يذاكروا بالليل كده لما كله ينام، عارفه الوقت ده كان برضو بيبقى وقت كده مريح للمذاكره. يعني وليك طقوس معينه كده تعملها، اعملوها وانتوا يعني هادين وانتوا فاكين. بمناسبه الطلاب بتاعتك بقى والفاكين ونرجع للحاجات القديمه دي، ماشي ناخد مكالمه وبعد كده هعرفكم على اللي موجود معايا. مين معانا على التليفون؟ الو دكتورة أمل محسن الاستشاري النفسي. ألو هو ده. هلو أيوه ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيكم. أهلا وسهلا بحضرتك أمل، نورتينا قبل كده كمان وبقى في التليفون، ده حاجة حلوة كمان. ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم. طب دكتورة حضرتك الاستشاري نفسي، دلوقتي الأب والأم يتعاملوا إزاي مع الطالب بتاع الثانوية العامة؟ هل الضغط اللي هما بيعملوه ده هو فعلا بيطلعوه الطريق الصحيح ولا إيه؟ يعملوا إيه؟ لا هو نمرة واحد إن إحنا لازم نغير الاستراتيجية بتاعت الضغط دي يا جماعة في أي حاجة. أكيد. لانه الضغط ده بيخلي كل واحد ما يعرفش الانسان يدي ولا يبدع ولا اي حاجه طول ما هو مضغوط نفسيا. تمام. يعني الناس عشان تعرف تدي اي حاجه لازم تكون في حاله نفسيه يعني فيها اطمئنان وفيها سكون علشان يعرفوا يبدعوا ويطلعوا اللي جواهم. فما بالك بقى الطالب المسكين اللي هو اصلا عنده الذعر بتاع كلمه ثانويه عامه، دي كلمه اصلا بتوجع البطن. صح. جدا. يعني بس عشان توجع بطن حتى لازم تقول له ثانويه عامه، فاللي هو يا ماما يعني. هو لازم بس نهدى شويه عن الحكايه دي ونحاول احنا نكون مع اولادنا بنديهم السكينه والثقه في النفس. انت عارف الشخصيه بتتكون عند اولادنا في مرحله المراهقه من العطاء اللي بيدوه الاب والام لاولادهم. العطاء يعني الاهتمام والاحتواء والكلام الطيب اللي هو بيزرع الثقه في النفس. لما بنضغط على اولادنا ونعنفهم ونخوفهم بتطلع ثقتهم في نفسهم مهزوزه، فبيروحوا ده بينعكس على المذاكره، وبالتالي بينعكس على ان هو الطالب اللي بيذاكر وهو خايف لا ينسى او يجيب نمر وحشه، هو في الحقيقه مهما عمل هيجيب نمر وحش. ده حقيقي يعني حرام من كتر خوفه. بالظبط. يا جماعه اللي بيخاف من العفيف يطلع له. ايوه لو سمحتوا نبعد عن الخوف تماما ونزرع الثقه ونقول لاولادنا كلام ايجابي زي ايه؟ حبيبي اعمل عليك وكله على ربنا، ربنا ما بيضيعش تعب حد يا حبيبي، انت بس ركز وربنا هيكرمك. يعني ده الكلام المفروض اللي احنا نقوله لاولادنا علشان نطمنهم، لانه حواليهم يعني العرف والتراث الموروث كله خوف من الثانويه العامه. والله دكتور انت خليتيني ارتاح نفسيا بصراحه. وناس بتنهار وناس بتنهار وناس بتنتحر وحاجات غريبه جدا. طب انا عندي سؤال لحضرتك، عايزه اسال ازاي انا النهارده ابقى قابله انه مساله قدرات، يعني ابني قدراته كده، يعني ما اقدرش ان انا اخليه النهارده يجيب 90 وهو قدراته 60 وابقى متقبله ده. حضرتك ازاي يعني توصلي الفكره دي لكل اب وام؟ فكره التقبل دي حاجه مهمه جدا، محتاجه يعني مساعدات نفسيه عشان الناس تتعلم فكره التقبل، ازاي يعرفوا يتقبلوا الاخر ويتقبلوا اي حاجه في الدنيا. تمام. فلو في بني ادم ما عندوش المنهج ده في تفكيره مش هيعرف يقبل اي حاجه واولها ولادي. لازم نبقى عارفين ان كل يعني كل حاجه كل بني ادم ليه قدرات، مفيش حد شبه التاني، وده معجزه ربنا في خلقه. ده حقيقي. لو انا عايزه ابني يبقى نجم مشهور وهو صوته مش حلو، ازاي يعني هخليه صوته حلو؟ هو مش بالاكراه يعني، مفيش حاجه اسمها كده. والمجتمع محتاج كل المنظومه دي، المهندس والدكتور والصنايعي والحرفي وكل حاجه يعني. مذيع. فلازم احنا بقى شغلتنا ايه كاب وام؟ نكتشف في اولادنا من وهم اطفال هل ابني مبدئيا كده عنده مهارات خاصه؟ انا بحييكي على كلامك ده جدا. بس قبل ما نقفل دكتوره، بس اسالك حاجه، دلوقتي الطلاب اللي عايشين هم نفسهم في توتر وقلق، ممكن الاهل يكون عاملين كل حضرتك قلت عليه ده، بس هو الطالب نفسه عايش في توتر وقلق وخوف وعدم نوم
وياخد اسبرين منوم عشان مش عارف ينام، انا في ثانويه عامه محدش كلمني ويجيله اعراض في اوضته يضلب عليه حياته، ده ممكن نعمل معاه ايه؟ ده ممكن الاول نطمنه شويه، نفهمه الحكايه واحده واحده. حلو. يا ابني انت لو عملت اللي دي مذاكره زي اي مذاكره، ونزرع جواه يعني ننفخه ونقعد نقوله انت عظيم وانت ذكي وانت هتطلع من الاوائل، انت خلي عندك ثقه في نفسك وفي ربنا وفي مجهودك واشتغل بس بضمير عشان ربنا هيجازيك خير. التعبئه النفسيه، عارف حياتك الداخل يحارب، مش احنا قبل ما بنحارب في حاجه اسمها التعبئه النفسيه؟ طبعا. ايوه التعبئه النفسيه دي طريقه لاداره بعض الازمات من ضمنها ازمه الثانويه العامه. هو ده كده. دكتور امل احنا بنشكر حضرتك جدا على الكلام الحلو اللي انا شخصيا يعني عديت مرحله الثانويه العامه، بس مبسوط جدا ان سمعت الكلام ده. لو كنت سمعته وقتها كنت ههدى اكتر، ما انا هادي كنت ممكن سقطت. طب على كلام الدكتوره اللي انا كنت لسه كنت بتكلم فيه وسالت السؤال ده مخصوص ليه بقى؟ لان نوره جمال بعت عندنا على البيج وقال لي ايه؟ عن نفسي ماما عاوزاني ادخل طب وانا نفسي ادخل هندسه، ارجوكم اقنعوها انها بتقول يعني ان انا غير الطب هبقى فاشله وقطع عني النت وقطع عني الخروج وقطع عني حاجات كتير قوي. لا احنا بنقول لمامة ندى يا ريت نوره، بنقول لمامتها سيبي البنت خليها برده هي حابه تخش هندسه، ما هي ممكن تبدع، ممكن تلاقيها بتلم جوائز الدنيا لان هي حابه انها توصل لده. مش لازم تبقى طب تبقى النجاح عندك، ممكن تبقى ناجحه في الحاجه اللي هي حباها او في الكارير اللي هي هتخشه، فسيبيها تخش فيه، خليها تجرب. يعني زي دكتور امل ما قالت تكمله طبعا على كلام ممدوح، انه اكتشفي في ابنك او بنتك حاجه هي موهوبه فيها من صغرها لحد لما تكبر. على فكره ده حلو جدا، لانه انت كده هتطلعي يعني كل واحد ناجح في الحته اللي بيحبها او ناجح في الحته اللي هو موهوب فيها. وعلى فكره يا جماعه مش شرط، مش كل الناس بيشتغلوا بشهاداتهم، يعني عندنا خالص. مشكله الشهاده دي فظيعه، تقريبا معظمنا يعني مش خريجين اعلام. انا ممكن اكون خريجه اعلام اذاعه وتلفزيون، همسه خريجه ايه؟ فنون جميله ممدوح. لا انا فتحت نفسي كتير. انا سياحه وانا اعلام. طيب احنا معانا نوره من القاهره. يا نوره مش شرط خريجه. يا نوره. ايوه ازيك يا نوره؟ ايوه. لا صوت صغير، انت ثانويه عامه نوره؟ لا انا ثالثه جامعه مش ثانويه عامه. انت عديتي. اوكي. طب ذكرياتك ايه بقى عن الثانويه العامه؟ هي كانت سنه يعني، لا انا مش يعني ما كانش عندي المخاوف اللي الناس كلها بتتكلم عنها دي. طب هايل. لان انا يعني ده اصلا عامل كبير قوي على الاهل. صح. انا اهلي ما كانوش بيوتروني واستاس ولازم تذاكر، انا اوريدي كنت بذاكر لوحدي بس. المهم دخلتي الكليه اللي انت عايزاها في الاخر. دخلت الكليه اللي انا عايزاها، يعني بغض النظر عن السؤال ده بس. لا ثانيه واحده، انت دخلتي الكليه اللي انت عايزاها ولا ارغمت على الكليه اللي انت فيها؟ لا ما ارغمتش. حلو، يعني انت دخلتي الحاجه اللي انت عايزاها باختيارك. لا مش اللي انا اختياري. بس اكتشفتي انه اختيار غلط. اكتشفت ان هو اختيار غلط. تمام خلاص قدامك الحياه، يعني انا راجل خريج سياحه دلوقتي قاعد مذيع قدام حضرتك. هي مش بالحاجه دي قد ما انت بتحب ايه. انا كنت انا بحب السياحه فدخلتها وكملت فيها ونجحت وجبت امتياز وخرجت بيها، بس في الاخر بقيت مذيع عشان انا حابب اكون مذيع. اوكي. ايوه لا صح. لا بالتوفيق في اي حاجه هتعمليها بقى بعد الدراسه. طب انت بتدرسي ايه وحابه تكوني ايه؟ يعني حابه تشتغلي ايه؟ انا في سياسه واقتصاد. تمام. بس انا اصلا كان نفسي ادخل صيدله. ايه ده؟ ملهاش علاقه خالص. اخترت ليه طيب حاجه؟ سيبك من اللي انا قلته، انسي كل اللي انا قلته. سياسه واقتصاد عايزه ابقى صيدلانيه. وربنا يوفقك في السياسه والاقتصاد. جميله قوي يا نوره. اشتري صيدله. ايوه واشتغليها بالموهبه كده، عارفه اللي هو بالسنس يعني. دكتوره بنشكرك يا دكتور نوره. طيب انا اسف انا قلت لها حاجات ما تنفعش في الحياه. قبل بس في رساله كان ممدوح بيقراها بتاعت البنت اللي كانت بتوجه لوالدتها رساله. نوره. يعني انا فعلا دلوقتي من هنا من تحيه طيبه وبعد من قناه الحياه بوجه رساله لكل اب وام، ما تضغطوش على اولادكم ان هم يدخلوا حاجه ما بيحبوهاش، لان بعد عمر طويل خلي ابنك يدعي لك ما يدعيش عليك، يعني هيدعي عليك ان انت دخلته حاجه ما بيحبهاش ودخل مجال هو شايفه صعب عليه، ما تسيبه يدخل اللي هو بيحبه. يا سيدي هو مبسوط هنا وشايف ان الدنيا هتبقى احسن وحياته هتبقى احسن وراسم حياته وخطه حياته كلها على ده، فسيبوهم يختاروا اللي هم عايزينه. انتوا مش مكملين مع اولادكم طول العمر، طبعا ربنا يديكم طول العمر اكيد. لا ودايما اتفضل. والله دايما. بس في حاجات غريبه هنا اعز الناس. امي بيقول لك ايه المشكله؟
المشكله ان الاسره بتاثر علينا تزعق ذاكر ذاكر، الواحد يخش يذاكر ويقفل الباب ويفتح الفيسبوك ويعيش ويسمع اغاني وكل حاجه وفي الاخر برضو بيجيب مجموعه. بص الناس كتير جدا متفاعله على صفحتنا معاي. بس عايزين ناخد كمان تليفون. تليفون دليله من الاقصر. من الاقصر دليله. الو ايوه ثانويه عامه ولا ايه؟ طالبه الثانويه العامه. احكي لي بقى الاجواء اللي عندك في البيت ايه عشان دي داخله على علمي ولا ادبي؟ لا هي الاجواء يعني الحمد لله مرتاحه تمام ومصرين لكل حاجه ويعني ما فيش ضغط تمام. بس هي انا كنت عايزه اقول حاجه هي في البرنامج ده نفسه اتقال ان احنا مش حتى لو ماما مثلا او بابا او اي حد من عيلتي عايزين اطلع كليه كذا او مثلا بغض النظر عن ماما او بابا اي ولي امر عندي في السنه دي او في السنه القبليه في السنه اللي بعديها او اي سنه عندي طالب في الثانويه العامه بالذات في مصر يعني مختلف عن اي دوله ثانيه في الوطن العربي او العالم كله معتقدين ان الطب والهندسه والصيدله دول 90% هم دول احسن كليات. طب انت عايزه تطلعي ايه؟ مهندسين. طب انت عايزه تطلعي ايه؟ انا عايزه اطلع دكتوره جراحه. طب ما طب ما انت اهو دكتوره ومهندسه. هي حباها يعني ماما لو كنت عايزاني اطلع دكتوره وانا ما كنتش عايزه انا كنت هقول لها لا وهي مش كانت هتمانع بس اللي نفعها ان انا عايزه. بس في ناس زي طلاب دي داخلين مثلا علمي علوم ادبي وعلم رياضه مش عايزين يكونوا مهندسين. هسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه. لو انت في ايديكي حرفه ايا كانت الحرفه دي وعايزه تروحي معهد وانت جايبه مجموع عالي جدا ماما وبابا هيرضوا بكده؟ يعني هم لا قولي تاني ماشي. يعني انت النهارده جبتي مجموع عالي قوي بس انت في ايديكي حرفه حلوه قوي عايز تشتغلي كوافيره عايز تشتغلي مثلا. عايز تشتغلي بايديكي مش دكتوره ولا مهندسه. هيرضوا مثلا اهلك ان انت تروحي معهد مش كليه عشان تمارسي الحرفه دي؟ عادي. لا ما مش كده. شفتي بقى انا المشكله بقى الجرب انا عايزه دكتوره. انا ماما بتاعتي بحب الرسم ممكن مثلا لو جات لي فرصه ان ادخل مثلا معهد كليه فنون جميله او رسم زي كده عادي ادخلها. بس انا مش عايزاها. انا عايزه ابقى دكتوره. انا مش بقول لحضرتك ان ماما عايزه اطلع دكتوره. احنا مشكلتنا هنا في مصر ان احنا عايزين مثلا احنا كل من غير المهندسه والطب خلاص مصر هتتفتح. يعني انت بتشجعي ان الواحد يختار الحاجه اللي هو هينجح فيها وبيحبها حتى لو كانت حرفه مش شهاده او طب او هندسه صح كده؟ وغير كده في حاجه تمام مش اخر حاجه ان كمان في مصر هنا عندنا المناهج يعني انا مش دلوقتي مش بشتكي من موضوعي خلاص السنه عدت وخلصت. من السنه الجايه نظام الامتحانات ونظام كم المعلومات اللي بتاخد ده غلط. ده وما بيفيدش بحاجه. دليله انت معبيه كتير ومحتاجه حلقه تتكلمي عن الثانويه العامه. شكرا يا دليله. مش هايله كتير انت من الثانويه العامه انا عارف. لا بس ربنا يوفقها لان هي رسمه طريقها ومركزه جدا في الحته اللي هي عايزاها ومش بتاثير الاهل. اقول لك حاجه بقى مسج هنا جميل جدا. تيتو تيتو بيقول لك ايه في مصر هي ان الطالب بيبقى نفسه يدخل حاجه واهله نفسه يدخل حاجه ثانيه وفي الاخر بيدخل حاجه ثالثه. هي فعلا دي الثانويه العامه. يعني انت بتحلم بحاجه والاهل بيحلموا بحاجه وفي الاخر انت بتخش حاجه حسب المجموع. ما في الاخر برضو هترجع لك انت في الاول لو انت ركزت قوي وعملت حاجه كويسه قوي هتجيب المجموع اللي تخليك تخش الحاجه الثالثه دي. لانك لو ما ركزتش وما عملتش حاجه هتخش حاجه ثالثه مش بتاعتك وهتشتغل حاجه رابعه مالكش فيها. يعني ركز على حاجه بقى هي لفه كبيره قوي بس لو حللتها كده في دماغي دلوقتي بصراحه ان احنا اللي عاملين في نفسنا كده. احنا اللي عاملين رهبه الثانويه العامه واحنا اللي بنشتكي منها. ازاي؟ زي لان احنا دايما باصين ان احسن ناس في الدنيا هو المهندس هو الدكتور هو المذيع هو وهو وهو الكليات اللي هي بتاعه القمه دي. ما بصيناش للحاجات الثانيه اللي تحت وقلنا دي حلوه زي مثلا المحاسب ولا بصينا مثلا للنجار ولا الحرفي ولا ولا ولا. فبقينا بنبص دايما ان احنا عايزين نبقى يا دكتور يا مهندس يا مش عارف ايه. هو ده اللي خلق المشكله. هو ده اللي خلق مشكله الثانويه العامه. عارف ليه؟ ان احنا عايزين نجيب مجاميع عشان نبقى في الحاجات العاليه دي. ده برضو يرجع للاب والام لانه في كتير ناس عايزه اولادها تبقى زيها. يعني مثلا المهندس عايز ابنه يبقى مهندس، الضابط عايز ابنه يبقى ضابط، وكذلك الدكتور نظرتنا عايز العيله كلها تبقى دكاتره. يعني اولادهم كلهم يبقوا دكاتره. يا جماعه الموضوع مش كده خالص. نظرتنا لازم تتغير عن الشغلانات التانية النجار السباك الحاجات البسيطه دي لان الناس دي فعلا احنا من غيرهم على فكره كلنا ولا اي حاجه. اقول لك على حاجه. عارفين بره السباك بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه فنان. النجار بيتقال عليه فنان. طبعا احنا عندنا مشكله انه كل واحد صاحب صنعه ما بيبقاش عايز ولاده ان هم يبقوا زيه كانه بيتنصل من الحرفه دي.
انه دي وصمه عار، انه لا ابني لازم يتعلم ويوصل ويبقى معاه شهاده. بالظبط. طب انت النهارده ما سالتش نفسك انت في ايدك صنعه اكلتك شهد، ممكن النهارده ابنك يبقى احسن منك بقى بالتعليم كمان. احنا على فكره كمجتمع يعني برضو متناقض شويه، يعني عايزين ان احنا يبقى عندنا كل حاجه، وفي نفس الوقت كل واحد يقول لك لا انا ابني مش هيبقى مزارع، انا ابني مش هيبقى حرفي زي ما قولت كده، لا اشتغلوا اعملوا كل حاجه، يعني ذاكر احط اللي عليك المذاكره، الاهل ما تضغطوش على اولادكم، سيبوهم او هيئ لهم الاجواء ان هم يقدروا يذاكروا فيهم، يعني مش من غير قطع النت، من غير باخد التليفون، من غير ما تطفي التلفزيون، من غير ما تنيموا الساعه 11، الحاجات دي كلها مش هي اللي هتخليه يطلع في الاخر عالم ذره. هقول لك على هو حاجة، يحب الحاجه اللي هو هيحبها هيكمل فيها ويطلع فيها. في مقوله شهيره جدا كانت بتتقال في المسرحيات زمان، وكان طبعا الفنان الكبير عادل امام بيقولها، بلد بتاعت شهادات صحيح. احنا بقينا بلد شهادات بس، لكن مفيش جودة، مفيش حرفة. احنا النهاردة لما بتيجي تنزلي السوق ما بتلاقيش الحرفي بتاع زمان اللي كان خالص. الحسين اللي كان بيعمل الحاجات الشغل الفظيع انقرضوا، مش موجودين. الفنانين طيب. فين؟ معانا على التليفون مين؟ أجياد. أجياد. أجياد اسمك حلو يا أجياد. شكرا. مساء الفل عليك. ثانوية عامة أجياد؟ مساء النور. أيوة بالظبط. سنة كام؟ تانية ولا تالتة؟ ابتدوا يهلوا. أنا عايز أقول إن مبسوطة جدا أول ما دخلت لسه جاية من الدرس شفت البرنامج. حسينا بنتكلم عشانك صح؟ إن أنتوا بتتكلموا على الثانوية العامة. أنتوا اتغير نظامكم دلوقتي بقت سنة واحدة بس يا أجياد هي الثانوية العامة صح؟ بالظبط كده. أخبارها إيه؟ يعني عاملة إيه كده وأنت داخلة خلاص على امتحانات إن شاء الله ربنا يوفقك. علمي ولا أدبي كمان؟ توتر. هو الموضوع توتر جدا. بس هو المشكلة أنتوا لسه من شوية كنتوا بتتكلموا مفيش نوم وقلق و ناخد خفيش خالص. انا مع العكس خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ انت زي اللي هي متبلده تماما. انت مش فارقه معاكي اصلا؟ 12 ساعه في اليوم. ايوه تنام براحتها جدا يعني صحينا النوم بيبقى هروب، خلي بالك يعني في ناس بتنام هروب. اجياد المدرسين بيحطوكوا تحت ضغط، يعني الناس اللي بيقعدوا يعملوا لكم بيلموا المنهج فبيحطوكوا تحت ضغط فعلا، ولا الموضوع بيبقى لا بيقول لكم عادي يا اولاد وذاكروا هنا والمنهج ممكن يجي منه هنا؟ لا خالص، كل مدرس بيقول لنا لازم تذاكروا كويس، اضغطوا على نفسكم، كل مدرس مش شايف غير لكن مش بيعيشكم في توتر، يعني ما بيوتركوش انتوا لازم تذاكروا والدنيا هتبوظ ولا فيش الكلام ده؟ لا في دلوقتي، في دلوقتي مع الايام ده كان فيه والله. الايام ده كان فيه. ماما وبابا اخبارهم ايه اجياد؟ هو ماما بيشجعوني ودايما لازم تخشوا الكليه اللي انت نفسك فيها. تمام. نفسك في كليه ايه؟ انا نفسي ادخل صيدله. لا ده رغبات بقى ده 12 ساعه كل صيدله هو عشان احنا عيالين كتير قوي في مصر فهم هيعالجونا كتير. بشكرك يا اجياد والله وربنا يوفقك وتوصلي لحلمك وتبقي صيدلانيه قد الدنيا، ونقول لك يا دكتوره رايحه والدكتوره جايه وتقعد تدينا في ابر حكيمه. رسايله بتجيب لي افكار حلوه جدا، يعني افتكرت حاجه كده كنت بعملها زمان وانا في ثانويه عامه، كان موضوع النت ده كانت والدتي بتفصل النت وانا بقول لها وهي شايفاني دلوقتي الله اعلم شايفاني ولا لا، بس هي شايفاني كانت بتفصل عليا اللي هو كان الاي دي اس ال، كنت اللي عايز حاجه بيعملها انا، بس ده اللي عايز اوصله للناس ان هو هتمنع التلفزيون هعرف اتفرج على التلفزيون بطريقه او بتانية، هتمنع التليفون هعرف اتكلم. لما كانت بتقطع عني النت كنت بحط كنت بحط الكابل بتاع التليفون، فاكره اللي هو 0700 النهارده اللي هو 0700 اللي بتعملي كونكت ده من على التليفون، هو بيبقى بطيء بس بشغله. فاللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ما تضغطوش عليهم. ايوه كنت طب كل واحد ويا ماما كنت بتقفلي عليه الباب وكان بيطلع على المواسير في حاجه تاني اجرام عملت كده. طب كل واحد يعترف كده كان بيعمل ايه غلط في ثانويه عامه؟ انا اعترفت. يلا يا خلود. لا نبدا بيك انت. هو ليه يا جماعه انتوا حاسسين ان انا كنت شيء؟ على فكره انت كبير. امي عارفه ان انا الاولاد عامه بيبقى ليهم طرق ثانيه خالص غير البنات. لا والله الحمد لله انا كان البيت عندي كان متفاهم جدا على فكره، يعني انا بيتي الحمد لله انا بشكر امي جدا واخويا كانوا متفاهمين جدا في الثانويه العامه، ما كانوش بيحطوني تحت توتر وضغط. انت صغير. انا الصغير ما فيش غير اثنين انا واخويا، فما كانوش بيحطوني تحت الضغط والتوتر والقلق. وطبعا اللي كنت بشوف ده في المدرسين، يعني في المجاميع لما كانت بيعملها لنا، احنا كنا بنجيب 50,000 واحد ويقعد الميكروفون وانتوا لازم تذاكروا واللي مش هيذاكر يخش النار، حاجات دي بتاعت المدرسين. لكن كنت اروح البيت ابقى قاعد بذاكر ومتوتر، امي تقول لي لا طب قوم كل، طب قوم خد دش، جميله، طب قوم مش عارفه ايه، طب قوم اقرا قران شويه. فكانت كانت كويسه يعني. كانت بتهدينا. معانا مي على التليفون. الو الو. السلام عليكم. ثانويه عامه ولا عديتي؟ لا الحمد لله عديت. الحمد لله عديتي من 3 سنين. طب حلو قوي. توتر بقى ولا الحياه كانت جميله
باي باي. شكرا. هي عدت خلاص, هي عدت في الدنيا تمام بالنسبه لي. طب يا خلود كلمينا تاني يا مي واحنا مستنيين. كلمينا تاني ارجوكي. طب يا خلود ايه ايه بقى الصراحه ايه صراحه راحتي ده انا نسيتها اصلا والله. قولي قولي احنا في قعده صراحه. لا انا بصي دايما كنت بعمل كل حاجه قدام ماما وبابا عادي, لانه كان عندنا في توتر بس مش التوتر اللي هو يوتر. ايه الغلط اللي عملتيه؟ انا شخصيه متوتره بطبعي اصلا, فانا كنت متوتره جدا من الثانويه العامه بجد والله يا جماعه. كان بيجي لي ساعات اعراض امراض نفسيا والله من كتر ما انا خايفه جدا. طب ايه اللي عملتيه غلط من وراه يعني؟ ولا حاجه عارفه والله. مش بقول مش عشان انا في التلفزيون والله خالص ولا قدام الكاميرا, بس فعلا ما عملتش اي حاجه غلط. هقول لك حتى ولا زوغت حتى من المدرسه ولا مره. ليه؟ لان انا طول الوقت بقول لمامتي كل حاجه, بقول لبابا كل حاجه. مامي مصاحباني جدا, فمش محتاجه ان انا بس كنت بعمل حاجه والله. كان ليا طقوس وانا بذاكر. كنت اول حاجه بحب قوي اذاكر على اغاني عمرو دياب دايما دايما, واذاكر بالليل لما الناس تنام بما ان انا كائن ليلي يعني, فيحلالي قوي الوقت ده. وعارفه ان في طلاب ثانويه عامه كتير بيشوفونا دلوقتي بيحبوا يذاكروا في الوقت ده الهادي قوي ده, واشرب قهوه كتير وبيبقى ليا اكلات معينه كده يعني. انا ما غلطتش لما سميتها ملكه دي وصفه سهله. ملكه الرومانسيه والاحساس. تعالى بقى نشوف الاستاذه. تعالى نشوف الاستاذه. لا ما عايزين. طيب بصوا بقى, مبدئيا انا كنت حالمه جدا وكان نفسي اطلع فنانه تشكيليه, فكان طول الوقت عندي الهاجس ان انا عايزه اقعد امشي يعني ارسم في اي حته. فكانت ماما تيجي تلاقيني ماسكه الكتاب وتقولي شطوره بتذاكري, طب برافو عليكي. وببقى جوه الكتاب حاطه ورق ابيض وعماله ارسم بقى وعايشه حياتي. بالليل بقى هما بيدخلوا يناموا كانوا يسيبوني اقعد اذاكر اسهر, فكنت اولع التلفزيون واطيه على الاخر ما اعرفش ليه يعني مش عارفه ليه بعمل كده, واقعد اذاكر على التلفزيون وهو متولع ونس. الونس. وانت كنت بتعمل ايه؟ اعترف. لا ما انا قلت خلاص انا كنت بوصل الانترنت بس كده. هو ده. لا انا كنت على فكره كنت طيب والله. طيب انا بس هنختم بقى بحاجه كده ايجابيه شويه عشان الحمد لله يعني احنا كلنا متجاوبين ان الثانويه العامه مش إيجابي. حاجه مخيفه وحاجه مرعبه وبعبع الحمد لله, ولا تحديد مصير يعني وخلاص. لا هو تحديد المصير احنا قدامكم اهو. ما كانش فارق معايا. لا الحياه العمليه مش انت هتحدد مصيرك طول ما انت عايش قادر تغير مصيرك. بالزبط. اسماء بتقول لا والله الثانويه العامه دي حاجه كويسه جدا وكل واحد ومجهوده. انا بشكرك جدا على اللي انت قلتيه ده, وطبعا بتحبنا جدا وبتقول بحبكم قوي وبتحبنا. بنحبك يا اسماء. حلوه قوي. جميله ان كل واحد يبقى بمجهوده انه يكمل في اللي هو عايز يكمل فيه في الثانويه العامه. اب وام ما تضغطوش على اولادكم, والاولاد ما تعيشوش في توتر وتبلبعوا بقى المنومات والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. ركزوا في حياتكم ان شاء الله ان شاء الله هتخشوا الامتحانات اللي جايه دي وهتعدى. انتوا داخلين كمان في ايام جميله ان شاء الله, فباذن الله باذن الله هتعدوا منها على خير وهنشوفكم كلكم ناجحين باذن الله ان شاء الله. نروح الفقره اللي جايه. ايه بقى؟ انا عايزه اقول بس حاجه اخيره صغيره قد كده في موضوع الثانويه العامه. يعني حاولوا ان انتم ما ترضوش الاهل على حسابكم. يعني مش عشان انتم النهارده عائلتكم تبقى مبسوطه بالمجموع الكبير وانتم في الاخر تبصوا تلاقوا ان انتم دخلتوا كليه مش حلوه. ارضوا نفسكم الاول وبعدين ارضوا عيلتكم, لان انتوا اللي هتنجحوا. كشري بقى. كشري بقى. حرام عليكي بقى تاكل الكشري. قولي قولي في الكشري. الكشري مهم جدا يا جماعه والله بجد. اعملوا اللي انتوا بتحبوه, اشتغلوا اللي انتوا بتحبوه عشان نبقى كلنا ناجحين. يلا قوموا. طيب. وديني الكشري. احنا بقى خلاص كده خلصنا الفقره دي, ودلوقتي رايحين بقى ناكل كشري ونتمتع بالروائح الذكيه جدا اللي طبعا شايف حسن حسونه معودنا كل مره ان احنا نبقى معاه في اخر فقره. فتحيه طيبه وبعد خليكم معانا بعد الفقره. يومي النهارده عيد, يعني انا الكشري بالنسبه لي ده من الاكلات المفضله جدا. وامبارح بناء بها يعني انا حسيت بيكي والله. ف امبارح خلصت الحلقه كده مع الشيف حسن, قلت له ايه رايك يا شيف حسن تعمل لنا بكره كشري؟ فيك الخير. قال لي طيب ماشي اعمل لك كشري. ازيك يا شيف حسن؟ ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي بس؟ لبتنا غربتك والله العظيم. انت يعني مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. تؤمر بس. والله احنا بنعشق الكشري, وبعدين بالذات بقى كشري الشارع, فاحنا عايزين نعمله في البيت. كشري الشارع نعمله ازاي في البيت؟ في مصر ما حدش كشري ولا فول وطعميه. في ناس كتير الاكلات المصريه الرائعه. اه والله غراب جدا يعني قليلين قوي. قليلين. دي من الاكلات الشعبيه الاولى عندنا بالظبط, ومن الحاجات الجميله. وكان زمان كان زمان رخيص. دلوقتي لا
بس ما زالت برضو يعني احنا يعني احنا يعني نعمل السرير العربي زي يعني انا اقول لك على حاجه، احنا ما نعمل اكله زي دي اكل 10 افراد بسعر 3 4 اطباق من في المحلات يعني فكويس. احنا عايزين نعرف اسرار عن الكشري. الكشري ايه اسرار؟ اقول لك على حاجه، مش اي حاجه كده وخلاص. الشيف حسن هيقول لنا كلها اسرار. في ناس كتير بتعمل المكرونه والعدس والحاجات دي غلط. ازاي بقى؟ يعني عارف انت تمثيلية عبد الغفور برأي؟ ايوه لسه كنت هقولها. الكشري عبد الغفور أيوة بتاعت فاطمه إيه؟ ونور أيوة. لا لازم الرز، لا لازم الرز ايه يبقى بيعض شويه، المكرونه برده ما تبقاش مستويه قوي. يعني المكرونه بص انت لو شفت المكرونه المكرونه مش مسويها لدرجه ان هي ايه سلام من عشاقه اهو. يعني انا همسك المكرونايه هدوس عليها واسيبها مش مستويه قوي مش لا اهي رجعت تاني مش مستويه قوي. لو هي مستويه قوي لو دوست عليها الدوسه دي مش هترجع تاني مش هترجع تاني. لكن هي مكرونه زي ما هي برده نفس الحكايه في الاسباجيتي. احنا بنعمل ده لوحده وده لوحده، بنيجي نسوي الرز برده لوحده. انا بسوي الرز لوحده وبسوي الشعريه لوحدها وبعدين اخد الاثنين على بعض زي ما انا بعمل كده اهو. حلو جدا. في ناس تحب تعمل الرز بالشعريه مره واحده ماشي شغال مش هنقول لا يعني بس كده احسن صح؟ هو كده حلو. وبعدين انا باخد وانا بعد ما اسوي الرز لوحده والشعريه لوحدها انا بعمل حاجه ممكن يعني لو حد منكم حضر زمان كان في محلات كشري اللي هي العربيات بنشوفها طبعا في الافلام تبص تلاقيه ياخد بس قليلة ياخد العدس ايوه على ايه على الرز والشعريه حلو جدا. بص انا عامل حاجه برضو هنا عاوز ممكن نديني عايز ايه طيب يا استاذ الطبق ده بص يا عمر بص ده عدس يا ريت الاستاذ ياسر يجيبها ده عدس سليم في ناس بتعمله بعدس اللي هو المكسر لا ده انا سلقته وسبته سليم خلاص تمام وعامل شويه هنا لو انت لاحظ دول من دول ده مكسر ده اللي انا بقول عليه ده مطحون وده الافضل يعني مطحون الاحسن ليه عشان طبعا القولون والحاجات دي كلها ففي ناس تاكل اكله الكشري تتعب قوي بعديها لكن انت انا بعد ما بسلقه زي كده اسيبه يبرد افرده تمام واسيبه يبرد وبعد ما يبرد اعرضه للكاميرا كده عشان الناس تشوفه ده الكامل وده المطحون يعني لازم يطحن هيبقى احسن في الهضم أحسن يعني في الهضم وفي الشكل وفي كل حاجه انا حتى اللون الكاميرا جيبه اهو ده الكامل وده المطحون ايه ده بمناسبه العدس أيوه؟ يعني هنلاقي في المحلات دايما العدس بيطلب يعني اوردر مخصوص بفلوس زياده يعني دايما محلات الكشري بتعمل مكرونه اكتر والعدس ده يبقى ما عشان العدس اغلى من المكرونه واغلى من اوردر مخصوص صح خد بالك وبعدين كده بقى في البيت هنحط براحتنا عدس لا بصي العدس ممكن نكتر العدس شويه بقى العدس والبصل يا سلام هتلاقيهم والحمص اكتر حاجه مطلوبين في محلات الكشري يقول لك عاوز ايه الاحلى يا شيف حسن ان احنا نقلل العدس ولا ان احنا نزوده في الكشري بصي هو مزاج صح هي بتبقى حاجه مزاجيه بس انا واحد من الناس ما اعرفش اكل الكشري الا بطريقه واحده اوريها لك دلوقتي كده اوكي على الطبيعي خد بالك ادي انا بحب اجيب كده تاكله بقى من غير صلصه والكلام ده لا صعب قوي ده ما ينفعش من غير صلصه يا انا بحب اكله كده واحب اكله استحاله يعني تبقى حاميه سبايسي الاول نحط الصلصه على النار تمام وبعدين نبقى نشتغل اللي احنا قلنا عليه انا بعمل الصلصه ضربنا الطماطم تمام بالك هات معلقه خشب اساسا احنا برضو عايزين اسرار اكتر عشان نعمل الكشري بقى صح لا السر كله في الدقه بقى يعني الدقه والشطه اللي بتلاقيها بره هو السر كله قصه ثانيه في العمايل كلها ان انت من البدايه هو طول عمرنا نعرف ان الكشري الصح نمره واحد الصلصه دي هي اللي تطلع لك الايه له طعم بتاع الكشري بتاع بالظبط كده الله فانت بص بنحمر التومه سنه صغيره كده وانت ضارب طماطم في الخلاط تمام دي مشكله انا ممكن اغطيها لك لازم هي لازم تدي تطلع كده فرقيعه طبعا ريحة الكشري يا جماعه يعني جميله جدا ورائعه سيبيني في حالي انا مش قادر يعني مفيش احلى من الكشري والله اكلاتنا المصريه جميله عشان تتقلها شويه
تمام، وتديها اللون بتاعنا اللي هو الايه الاحمر ده، الاحمر اللي هو التقيل كده، تحس ان هي الصلصه ماسكه نفسها. ماشي. انا عامل بقى شطه طبعا اكيد. انا عامل هنا شويه قبل الهواء الصلصه بتاعه الكشري، بتاعه الكشري برضو هاخدها عليهم عشان كله يبقى ياخد نفس السخونيه ونفس الشكل. بيتحط عليها توابل معينه او بهارات معينه؟ طبعا. ايه بقى البهارات؟ بص، بهارات الصلصه كده احنا ناخد سن الكمون صغيره قوي، مش رشه اهي، ورشه الملح بتاعتنا. اوكي، وبديها انا زي ما بيقولوا ايه شطه، يعني رشه بسيطه بالك. طب شيف حسن، عارفه الاصفر، الكشري الاصفر ده اللي هو ايه؟ الكشري الاصفر الاسكندراني تقريبا اللي بالبيض. الاسكندراني ايه الفرق بقى بين الاسكندراني والبيض؟ فرق كبير طبعا. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ هقول لك انا. الكشري خد يا سيد، رجع لي المكرونه تاني تعمل ايه؟ نعملها فريش. مش قادر ابطل احمر. ممكن اجيب لك واحده يا خلود؟ لا انا عايز اكل كله مع بعض. لا كلي ده الاول وبعدين نبقى نجيب التاني. لا انا كمان عايز اسال حضرتك كمان بعد ما تقول لنا الكشري الاسكندراني عامل ازاي عن البصل يا شيف حسن. يعني البصل برضو يعني اكيد في سر في تحميره. هنشتغل اهو مع بعض وهنقول في ناس بتتحرق منها البصل اساسا. الكشري الاسكندراني اللي هو بيبقى عدس اصفر ماشي ورز، وبناخد النص كيلو الرز ونحط معاه ربع كيلو عدس او العكس، نص كيلو الرز ونص عدس ونقلبهم مع بعض. بعد ما يتغسلوا نقلبهم مع بعض الاثنين مع بعض كده، تبدأ تحمريهم مع السمنه والزيت. تحمريهم لحد ما تسخن قوي العدس مع الرز، بعدين تضيفي الميه بتاعتك وتضيفي التوابل وخلاص. ده حاجه ثانيه خالص. وتسلق مع البيض او في احيانا الناس بتاكله بسمك. يعني سمك؟ في ناس بتاكله بسمك. كشري بسمك صعب. لا مش كشري، هو ما يعتبرش كشري، هو رز بالعدس الاصفر. يعني هو هم بيقولوا كشري اسكندراني ان هو معروف ان هو بيتاكل العدس مع الرز. ممكن تاكل جنب، انت على فكره ممكن تاكل معاه اي حاجه على حسب. انا شفته بالبيض يعني، ده حاجه ده بيض احنا بنعمله اساسي. مش عارفه ازاي يعني ازاي بتاكل مع البيض يعني صعب. في ناس بتحط على الكشري ده تونه. بنسلق البيض وتدحرجيه وتحطيه جنب الكشري الاصفر وتاكليه عادي. تدحرجيه في السمنه كده. اوكي والله نفسك. خلاص. طيب عايزين بقى سر من اسرار البصل لو سمحت، عشان انا عاشقه لهذا البصل. يا سيد الزيت انا عندي سؤال بس ليكوا في الكنترول فوق. صوت العيش ده مضايقكم معايا في المايك ولا عادي يعني ممكن اكله؟ ماله؟ اتعود يعني اكل بقى براحتي. بص البصل احنا قطعنا البصل رفيع. طب والله كنت هقول المعلومه دي، شفت انا شاطره ازاي؟ انا كنت هقول دقيق دلوقتي والله بالصدفه. ناخد شويه الدقيق ايوه على البصل اللي احنا مقطعينه، وتبداي تقلبي فيه. ممكن مثلا لو تلاقي البصلايه ناشفه وما فيهاش ميه حرقي ايدك شط ميه كده بصوابعك عشان تعجن، فتبدا تعمل دي يمسك في بالظبط. شوف بقى السر ده، السر في البصل اهو كده. انا بحبه جدا. ما ينفعش الكشري من غير البصل يعني. انا هاكل اكل. لا ينفعش. حلو قوي. يتحمر بقى دلوقتي. احمره لك انا يا شيف؟ ده الزيت يسخن بس. طب الحمص بقى يعني؟ الحمص احنا بننقل الحمص قبلها بيوم. خد بالك، نحطه في ميه ونسيبه لحد ما تاني يوم تسلقيه. مش هياخد معاكي نص ساعه. لو انت حبيتي تسلقيه في نفس اليوم هيطلع معاكي، بس هيطلع معاكي صغير، مش هيطلع معاكي الحمصانه الكبيره. قبلها بيوم احسن. قبلها بيوم احسن. خد بالك. فبرضه انا بعمل حاجات برضه بالنسبه للكشري، بعمل حاجات غريبه يعني شويه تاليفه كده، وكتير من الناس ما يعرفهاش. انا بجيب توم مع فلفل حامي وبحط له بهارات. دي هريسه بقى زي الهريسه اللي هي بقى. طب عايزين نقول طريقتها للناس الهريسه عشان يعملوها في البيت. باخدها كده ومعاها توم كتير طبعا والحاجات دي. هي بتبقى توم وطماطم شويه شبه تتبيله السمك تقريبا. توم وطماطم وايه تاني يا شيخ حسن؟ ناخد شويه صلصه عليها ماشي. وبعدين باخد الحمص بتاعنا كله عليها. دي جديده، دي اول مره اشوفها بس حلوه، فكره حلوه بس جدا. عايزين طريقه الهريسه تانية يا شيف حسن. حاضر.
تحب انت الحراق ولا اي حاجه سبايسي ليس فيها على طول؟ والله ده انا طب كل العيش اللي اديته لك عادي وساعات كمان الهريسه ما انا هغمسها دلوقتي هغمسه بالهريسه قول ايه دلوقتي هجيب لي غيره بالهريسه ساعات بشتري الهريسه دي برده يا شيف حسن بس طبعا في البيت بتبقى احلى صح بص انت جيبي كيلو فلفل احمر او 2 كيلو عايز اساعدك في حاجه طيب انا خدي الفلفل الاحمر اللي هو اللي زي درس طبعا الاحجام الكبيره تمام ناخد الفلفل الاحمر ونضربه في خلاط او نفرمه وتاخدي معاها 2 كيلو طماطم ايوه وتاخدي معاها مثلا حوالي نص كيلو ثوم كل ده مع بعضه شويه زيت يقدحه انزلي عليه بالخلطه اللي انت عاملاها دي كلها وتتقلب ربع ساعه على النار بعدين تشيليها تطلع معاكي بنفس الطريقه دي سهل تبقى جميله كده وهريسه بقى وعيشي حياتك وكل سبايسي احنا هناكل اكل النهارده شوفي الاول مره بقى انا اعرف ان الهريسه ممكن تتحط مع الصلصه يعني انا اعرف الهريسه لوحدها والصلصه لوحدها لكن الاثنين مع بعض دي جديده انا هدوقها لك دلوقتي هتلاقي التست مختلف تمام بقول لك يا شيف حسن بص نيجي نعمل بقى الكشري بتاعنا باخد أيوة. شويه الاسباجيتي الرصه أيوة. دي ضروريه برضه ايوه ماشي وبعدين ناخد شويه مكرونه من الثانيه مقصوصه اوكي كده وبعدين ناخد العدس بالشعريه بالكلام ده كله الله اهو ده كشري فاطمه بقى بتاعت الحاج عبد الغفور البرعي العربيه الجميله اللي وصلنا كانت وش السعد عليهم اللي وصلنا الاستاذه دي وش السعد عليهم كان بعدين ناخد كده يعني الشعريه دي متهيألي برضو باختيار الناس يعني على حسب هما بيحبوا الشعريه ولا لا صح؟ صعب صعب تلاقي كشري من غير شعريه لازم يتعمل بالشعريه في وجهه نظرك يعني شيف حسن نعم ولادك بقى كنت بتعمل معاهم ايه في الثانويه العامه؟ كنت انا عندي بنتين ثانويه عامه ايوه كان عندي واحده مطلعه عيني وواحده مريحاني كنت دايما بتقول لها بقى فكره المستقبل وانت مش نافعه وانت ما فيش حد ما بيقولش كده بس ده غلط ما هو ده غلط جدا ده غلط طبعا ايه اللي غلطه؟ لا غلط ان انا برضو افضل اللي هو يعني ماشي يعني يبقى تحفيز مره لكن في ناس على طول يا شيف حسن اللي هو انت مش نافعه انت اصلا هتفشلي وانت ده التكسير العظام ده جدا تاني الشيف حسن اب يعني جابوا كام بقى في الثانويه العامه؟ عندي ايمان كانت اداره اعمال ايوه انجلش وكان عندي فاطمه خدت الثانويه العامه ونجحت وكل حاجه وقالت لي انا مش عايز اكمل انا هتجوز واقعد براحتي عشان اختياري بقى هي عايزه هي شايفه ان هي تبقى ست بيت ناجحه خلاص ايه المشكله هي فاطمه شاطره في المطبخ بالظبط واللي انت كنت بتتكلمي فيه ان هي ليها مهنه تانية حباها اكتر من المذاكره خلاص بقى ده حلو جدا وهتنجح اختياري بقى الموضوع هنا المهم في الاخر خالص تنجح في حياتك تبقي ليكي مستقبل في اي حاجه ودلوقتي على فكره بتذاكر تاني وبتكمل برافو حلو بعد ما اتجوزت بقى خلاص حست ان هي محتاجه تكمل طب شيف حسن انا عايزه افهم ايه علاقه الرز بلبن بالكشري دايما عندنا في مصر انا حقيقه يعني ما اعرفش ايه السبب ما هو السبب يعني مش انت بتحلي لا انا بحلي وحدق انت عامله زي ده صح انا باكل الحلو الاول وبعد كده الحادق هو ده الصح انا سالت دكتور قبل كده قال لي هو ده الصح احنا مش غراب الغلط ان انت تاكل حادق وتحلي ده الغلط بصي يا رسول الله السلام عليه الصلاه والسلام كان بيحلي وبعدين ياكل يا الله كويس ان احنا زي الرسول عليه الصلاه والسلام يعني. طيب ليه بقى ايه سر رز بلبن اقول لك انا سر ربطه بالكشري ان طبعا لا هو الكشري عشان بيبقى سبايسي والاكله والكلام ده كله فانت رز بلبن او مهلبيه بعد الحاجات دي كلها حاجه فيها لبن فبترطب يعني ايه ده زي اكنك بتاكلي زبادي اكنك بتاخدي الكلام ده بس الزبادي غير الرز بلبن الرز بلبن تقيل بعد الكشري ومن اللبن بقى نفسه هو اللي بيهدي اعتقد المعده كمان عادات قديمه هم كل الناس اتعودت عليها والمحلات كمان موجود فيها تلاقي محل الكشري فيه رز بلبن لحد دلوقتي لان انا باكل الرز بلبن بيعمل لي حموضه يعني مش بيهدي لي الدنيا والله انا عكس اي حد يعني انا باكل الرز بلبن بيعمل لي حموضه ما حصل ايه مش عارف. حصل لا 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 البصل عادي البصل انت عايز بصل فاش احنا بنعمل انت عكس الناس يا عمرو يعني رز بلبن بيجيب لك حموضه بيعمل لي حموضه معرفش هو الفانيلا بقى اللي فيه لما بتاكل اي منتج الباني يعمل له حموضه انا بعيد تماما عن المنتجات الالباني ماليش فيها خالص الله عليك يا شيخ حسن والله انا مش عارف اقول لك ايه سباكيتي الاول انا عايزك بس ان انت تبقى مبسوط انا مبسوط طول ما مش هو لوحده يعني وانت موجود انا مبسوط انا طبقي موجوده وبتعمل ايوه طبق بقى اخده في الاوضه كده بعد ما اخلص جوه مزمز فيه في حاجه تانية
برضو ممكن نعملها وتبقى جميله وسهله، وهي ميكس كله على بعضه. ان انت تاخد كله كده، ده الطبق بتاعي خد بالك، ده طبق. عارف لما تحس ان انت من قلبك، من قلبك عايز تاكل، حاسه كده بس من جوعك، لا من قلبك هشيل لك طبق. اوعى اوعى تبيعني طبق يا اخو، اوعى تبيعني. هي هتاكل دلوقتي على الهوا على طول. على الهوا على طول الكاميرا. لا وخلي بالك الشيف حسن مصمم، يا ريتني كنت خلود، ان الكشري بالشعريه. يا رب ما طلعتنيش خلود، يعني كنت خلود انا دلوقتي. انت بتاكل كشري بالشعريه ولا باكل كشري ولا باي حاجه؟ معاك. انا ما عنديش مشكله اي حاجه، جايز اي كشري باي حاجه. طبعا. بس انا ما بحبش بقى، في ظاهره ظهرت دلوقتي السلطه الخضراء مع الكشري، ما اعرفش دي جت منين. طب ايه المشكله؟ حد بياكل سلطه خضراء الوجبه متكامله يعني. متكامله ايه ده؟ يعني بحس انها عارفه حاجات زياده اوفر قوي يعني. هو الكشري لوحده سلطه يعني خضراء مع كشري ممتع. مش يعني ما يخسرش يا عم. بالظبط، هو ما يخسرش بس هيفيدك. يعني طبعا كل حاجه خضراء مؤذي للاعصاب كده يعني، مش عارف ليه. طب العيش المحمص ده هنحطه فين بقى؟ في الطبق ولا هي مش واخده بالك هنعمل ازاي؟ ولا إيه؟ لا مش واخده بالي. اهو يا نهار. اها ده هنزين بيه الطبق. لا يا ده بيتاكل اصلا. انا بحب اكله قوي العيش المحمص ده. جميل. ممكن اسالك يعني ممكن اتفه سؤال في العالم، معمول ازاي العيش المحمص؟ بص سالت نفس السؤال من حلقتين ثلاثه كده. ايه ده سالت كده؟ بتضحك عليا. وتشوف رد عليك عادي. في ناس ترد عليا ليه يا شيف؟ بيقول لك العيش المحمص معمول ازاي؟ في ناس كتيرة ما تعرفش تحمص العيش بالظبط ازاي يعني؟ اه والله. بيتحمص ازاي بقى يا شيف حسن؟ بص يا بقى، العيش ده ما حطيتلوش زيت ولا اي حاجه، انا جبته فريش، قطعته مثلثات وبعدين حطيته في الفرن، كل شويه ابدا اقلب العيش لحد ما طلع مقرمش كده بالشكل اللي انت شايفه. بيتحمص في الزيت صح؟ ايه ده؟ او في الزبده؟ لا بيبقى تقيل قوي، ان انت اصلا عامله مقليات كتير في قلب الكشري، فهتحطي ده كمان هيبقى الموضوع تقيل جدا. اللي متحمر في الزبده ده بقى حلو مع الفته. لا ده قصه ثانيه، ده موضوع ثاني خالص. سيبك من الفته، النهارده كشري اقوى من الفته بكتير. انا بالنسبه لي الكشري اقسم بالله احسن من الكباب والكفته بالنسبه لي انا شخصيا، ما اعرفش يعني الاكله دي بتبسطني اكتر من الناس بقى. في ناس بتحب اللحوم قوي والفراخ وبتاع، انا عكسهم تماما. سؤال بقى، الحمص اتحط في الصلصه ولا تيستو بقى؟ قصه ثانيه كانت انا شامم يعني ريحه يعني. تيستو بقى اعلى بكتير من اي حلو قوي. لا يعني الحمص يعني انا ما اعرفش ان هو المفروض يتغرق كده بالصلصه ولا دي حاجه سبيشال يعني. حاجه انا بعملها فبتدي تيست اعلى بكتير. حلو جدا. من الحاجات العاديه. هو دي الاسرار بقى، هي دي الاسرار بجد. يعني كل واحد ليه بقى لازم ليه حته كده، ليه سر وليه نفس كده في حاجه معينه. فانت الحاجات دي لما تتميزي بيها الموضوع بيبقى كويس قوي معاكي. بصي احنا عملنا الثلاث اطباق اهم. الله خد بالك، ده طبقي اللي في النص لان فيه بصل اكتر. انا اللي متقلب بقى يا شيف حسن، اللي متقلب على بعضه لسه بقى. هنعمل اللي متقلب ده. ايه المتقلب ده؟ ايه بقى ده؟ دي الصلصه بتاعتنا اهي. تمام. بص الصلصه بقت تقيله ازاي. مع الهريسه طبعا. الله الموضوع بقى صعب قوي. الموضوع بقى يعني متحمل كبير، بس مش قادر اكتر من كده بصراحه. كمان يا جماعه الموضوع بقى كبير قوي. انا ممكن اقفل دلوقتي اقسم بالله، ما عندي اي مشكله خالص يعني، ممكن نقفل عادي. هو عمرو في الاكل طبعا يعني دايس. انت عارف يا شيف ان انا كان يعني مش عارف، كان حلم من احلامي برضو ان انا اشتغل شيف وبتاع. بس انت ذواق في الاكل. انا ذواق في الاكل. عايز اقول لك على حاجه، لا اقدر اكل. في ناس دكاتره ومهندسين وناس تقيله قوي بيقعدوا يشتغلوا في المهنه بتاعتنا دي. ومش عاوز اقول لك يعني، اقسم بالله انا معايا دكتور في اسامي كتير شغال معايا في المهنه بعد الظهر عشان بيحبها المهنه اللي بتبسط مصر كلها. مش مصر، العالم كله بيتبسط من المهنه دي، فلازم نهتم بيها يعني. دي مهنه اكل. هتيجي يعني كده مهنه بنحبها عشان نتغذى تعالي ناكل كشري ونستطعم وناكل كشري. حضر معلقتين بقى كده. وانا ممكن اخد طبقي طيب ولا يعني بنصور الثلاث اطباق؟ احنا ممكن ناخد طبقنا طيب. احنا هناخد لا طبق يعني. انت تفتكري انا وانت هناكل في طبق واحد؟ ده ايه بقى؟ ده اللي هو الـ 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 ده اللي احنا قلنا ايه؟ ده المختلف؟ ده المختلف اللي هو اصلا انا بحب اعمل كده. ايوه بنحب ده في البيت. واحب ان انا اشتغل كده.
بنفس الطريقه يعني متقلب على بعضه كله مريح وفي نفس الوقت الله على البصل يجنن. هو البصل بس اللي يجنن؟ انا هاخد الطبق ده متقلب. لا انا عايزه الطبق ده لو مديت ايدك عليه سيد هيعضك. سيد مين؟ لا يا سيد الطبق ده متقلب ده بتاعنا حاجزه من الاول. اوعى تبيعنا يا سيد النهارده لو سمحت. والصلصه بقى على الوش. خلاص خلاص انا ظبطت مع سيد. واو انا ظبطت مع سيد. يلا بينا. وشويه هريسه بقى كده يعني في طبق. يلا الله يلا فين المعالق؟ هات معالق والنبي يا سيد. المعالق فين؟ اهو. طيب ممدوح وهمسه اللي قاعدين متعذبين بره وكده تقدروا تاكلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتدخلهم دلوقتي. ما تدخلهمش دلوقتي لما نخلص الطبق. لما نخلص الطبق. بصي ثانيه بس همسه شايفاني؟ ده كشري عليه عدس ورز ومكرونه. ده بيتعمل كده وتحطيه في بقك. مش قادر اقول لك انا حاسس بايه دلوقتي. يجنن يا شيف حسن تسلم جدا. بص طبعا انا ايه؟ انا عامل طبق. واو كمان انا عامل طبق ومخبيه طبعا. إيه الناس كلها تاكل النهارده. ده الطبق عشان يبقى ده الطبق بتاعنا. أنا حاجه سبيشال. انا صايم وهاخده معايا وانا ماشي. بالهنا والشفا يا شيف حسن. ده لو حد سابك تمشي بيه اصلا. وتسلم ايدك. الله يخليك. مش عارف اقول لك ايه على فكره. يجنن يجنن يا جماعه. الكشري هايل هايل. احنا خلاص احنا لو عايز تسلم احنا ممكن نختم دلوقتي. نسيبهم ياكلوا استاذ ياسر ونقول لكم يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم ومن من من الاسبوع القادم ان شاء الله اكلات جديده وحاجات جديده وابتكارات جديده ان شاء الله. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم والكشري عجبكم واشوفكم على خير. تحيه طيبه وبعد. السلام عليكم ورحمه الله. كله معانا.